بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه وخطوه لمعانقه المجد العربي. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. وهي بالفعل خطوه تقرب الاهلي كثيرا من تحقيق المجد والحلم العربي. من فتره بعيده جدا الاهلي لم يلامس كاس البطوله العربيه، كمان مصر اخذت على عاتقها مهمه اعاده بعث النشاط في جسد الاتحاد العربي لكرة القدم، فكانت المشاركة الأهلوية في هذه البطولة، ثم انطلق الأهلي في محافل هذه المنافسة القوية جدا. وأعتقد الفيصل الأردني زي ما هو أعاد اندفاع الأهلي بقوة بعد المباراة الأولى، ها هو يواجهه تاني في الدور قبل النهائي. يعني أتمنى أن يواجهه بس النتيجة تكون مغيرة هذه المرة. الفيصلي فريق قوي استطاع أن يحقق الفوز على أقوى فريقين في المجموعة، ولما تأهل ما اهتمش بالمباراة الثالثة، ولكنه فاز. لكن اللي عايز أقوله يعني يمكن أقل مباريات الفيصلي مع الأهلي أثار لغطا وجدلا. عندما فاز على الأهلي كان عملاقا، واليوم عندما يلتقيه بالقرعة يجدد عملاقته. لا، هو القرعة موجهة لي، هنناقشها في حينها. دي بعض اللقطات من حفل القرعة النهاردة، هنتناوله مع حضراتكم بالتفاصيل. لكن قبل ما ندخل في ثنايا الحلقة، هذه أبرز ما فيها من عناوين. هو هري ونفسنا وخلاص، احنا بتوع التسعين ودائما لحظة الحقيقة، لكن خلص الكلام، ممنوع الرحيل. وفعلا الاهلي بيفرغ الانديه. واخيرا جونيور اجايي محترف بنكهه الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي النهارده برئاسه المهندس محمود طاهر نظم حفل كبير لتكريم الامهات المثاليات في النادي، وده تقديرا لدور الام وعرفانا بفضلها الكبير في رعاية أبنائها، خاصة لما يكونوا من الرياضيين. وبعد الانتهاء من حفل تكريم الأمهات المثاليات، بدأ مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر اللي كان رجع امبارح من لندن عقد اجتماع مهم جدا لاعتماد مشروع لائحة النظام الأساسي اللي هتعرض على الجمعية العمومية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات. باشمهندس، حفل تكريم الأم المثالية حضروا اليوم في مقر الجزيرة المهندس محمود طاهر رئيس النادي، والأستاذ كامل زاهر أمين الصندوق، وأعضاء المجلس عماد وحيد ومروان هشام ومحمد جمال هليل، بالإضافة إلى اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي، واللواء طارق الدروي مدير فرع الشيخ زايد، واللواء أسامة سامي مدير فرع مدينة نصر، بالإضافة إلى الأمهات المثاليات وأسرهن في جو أهلاوي رائع. الحفل بدأ بكلمة من المهندس محمود طاهر. احنا عندنا تسجيل، كاميرا قناة الأهلي كانت موجودة في الحفل. على ما يوصل الشريط إن شاء الله هتستمتعوا ببعض الفقرات في هذا الحفل اللي فعلا بيعكس تقدير الأهلي لدور الأم دايما يا باشمهندس. بص يا سيدي، تكريم الأم دائما وأبدا يعني شيء رائع وجميل، وتكريم أي أم بفضل وقيمة. تكريم أي أم ليس تكريما لشخصها، ولكنها بالنيابة عن كل أمهات النادي الأهلي. لابد يعني مش هتقدر تكرم كل أمهات الأهلي. فبتختار بعض النماذج بالنيابة عنهم. لكن هو تكريم لكل أم في النادي الأهلي. والحقيقة بالذات دور الأم في صناعة الأبطال، دور يا أستاذ إبراهيم المرة دي مش شعار، مش حفل تقليدي أو بروتوكولي. لا، الأم اللي بتصحى الساعة 4 تودي ابنها تفطره وتوديه التمرين عشان تاخده وتوديه المدرسة وتاخده وترجعه التمرين. هي البطلة تقريبا. وترجعه وعلى التمرين وترجعه تعشيه وبعدين يذاكر وبعدين ينام عشان تكرر هذا البرنامج على مدار الموسم. فبعدين لما يجي لك أبطال يشرفوا مصر في أي محفل، لازم تتخيل الأم خلف كل بطل وبطلة. الحفل شمل تكريم السيدة ليلى محمود أحمد عن مقر النادي في الجزيرة، والسيدة حلمية عبد السميع عن مقر النادي أو فرع النادي بمدينة نصر، والسيدة مجدة محمد فرج
عن فرع الشيخ زايد، وحرص مجلس إدارة على تسليمهن الجوائز العينية والدروع وشهادات التقدير. شوف الصياغة عن مش من. طبعا عن فرع مش من فرع. وده اللي بيأكد الكلام اللي أنا بقوله. بالنيابة عن كل أمهات كذا اخترنا النموذج ده اللي هو متكرر في كل أم من أمهات الأبطال. قرعة البطولة العربية، بس في أعتقد أم شهيد هنا لو سمحت كنت قريتها كده غير الثلاثة دول، يعني أم أهو اسمح لي كما قام المجلس بتكريم خاص لوالدة الشهيد إبراهيم حسني آدم، حيث تم حيث منحها المجلس شهادة تقدير ودرع النادي، بالإضافة إلى تكريم السيدة فاطمة أحمد وحيد. وحضر الحفل أيضا من الأمهات المثاليات أو الأمهات اللي تقدمنا لهذه المسابقة ولم يحظين بشرف الفوز، السيدة عفاف محمد عبد الوهاب، والسيدة صفيناس فريد إبراهيم أحمد، والسيدة ليلى أمين الجوهري، وماجدة محمد أحمد متولي، والزميلة عز حافظ. تكريم كل الأمهات لأنه هو تكريم معنوي أكتر منه يعني أي شيء آخر يعني. كل أم تستحق رفع القبعة. صحيح. قلت لحضراتكم القرعة كانت اتعملت النهاردة للدور قبل النهائي للبطولة العربية، طبعا هنتعرض لده بالتفصيل، لكنه الأهلي هيلعب مع الفيصلي 9 أو الساعة 8 مساء يوم الأربع بإذن الله تعالى في برج العرب، والترجي التونسي هيلعب الفتح الرباط المغربي يوم الخميس أيضا الساعة 8 ولكن في استاد الإسكندرية. الأهلي خاض تدريب مهم جدا النهاردة بدأ الساعة 6 استعدادا لهذه المباراة، بعد منه سفر الفريق إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء الفيصلي. حسام غالي كابتن الفريق ومحمد نجيب المدافع أديا تدريبات استشفائية تحت قيادة محمد أبو العلا أخصائي التأهيل خلال مران الفريق في ملعب التتش، وسعد سمير مدافع الفريق اكتفى أيضا بالتدريب في الجيم خلال هذا المران. كان سعد سمير بيشكو من آلام في العضلة الأمامية حرمته من الانتظام في التدريبات الجماعية اللي انتوا حضراتكم شايفين جوانب منها، بينما وليد سليمان وهشام محمد نجمي الأهلي خاض تدريبات بدنية منفردة على هامش المران، ويخضع الثنائي لبرنامج بدني خاص من أجل العودة السريعة للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي. كان وليد سليمان بيعاني من إصابة في العضلة الخلفية حرمته من المشاركة مع الفريق في منافسات البطولة العربية، بينما هشام محمد زي ما قلنا لحضراتكم الحلقة الماضية انتظم في تدريبات الفريق بعد ما ارتدى الفانيلا الحمراء قادما من مصر المقاصة يا باشمهندس. واعتقد هشام اضافة قوية، اضافة قوية، واسلام اضافة قوية، وكل الصفقات الحقيقة كانت. وليد ازارو واضح ان هو لعيب تكتيكي على مستوى عالي جدا، كل الصفقات كانت مؤثرة، عودة احمد الشيخ. لا فريق النادي الاهلي دلوقتي تستطيع ان تقول انه متكامل الى حد كبير، وتستطيع ايضا ان تطمئن الى البدلاء. لأنك أنت البطولة دي الحقيقة الحقيقة خدناها بتحفظ، لكنها كانت مفيدة جدا جدا، أفرزت العديد من الفوائد، أهمها أنك البدلاء اطمأنيت على مستوى العديد منهم، قدمت فرص جديدة وتألق معظم البدلاء وأثبتوا أن هم فعلا على قدر المسؤولية، اديت فرصة وريحت بعض اللاعبين المجهدين اللي هيكون لها مردود ايضا لما تعوزهم في لحظات الحسم في المشوار الافريقي. اذا لو اكتمل هذا الامر بالصعود الى النهائي ثم الفوز باللقب المنشود، في الاول كان الهدف مش واضح قدام عينيك قوي، واضح دلوقتي لا خلاص، هو دلوقتي الهدف الفوز بالبطوله، انت في لحظه ماتشين يجيبوا لك لقب عربي يساوي 50 مليون جنيه. فأنت الآن تستطيع أن تقول أن النادي الأهلي يضع قدما في المنافسة، ويا رب يوفق أمام الفيصلي. محدش ياخد الفيصلي أن هو غلبنا مرة وخلاص، لا، الفيصلي فريق منظم جدا جدا جدا، بالعكس هو كان في صدمة الرهبة من النادي الأهلي، هو تخلص منها، لا هو تخلص منها، ومع تقدم البطولة بانت شخصيته بالزبط. يعني فريق منظم بالزبط. مش خبطة وخلاص، لا يجوز أن تخطئ أمامه. يعني الأهلي دخل فيه هدفين من خطأين يجب ألا يتكرر، لكن في كل الأحوال أنا
راضي عن مشاركة النادي الأهلي تماما في هذه البطولة حتى الآن، أتمنى الوصول إلى النهائي ويحدث ما يحدث بعدها، ولكن أحلى ما في الأمر إن أنا شفت لعيبة استطاعوا إنهم يكسبوا ثقة الجماهير. مين عجبك لغاية دلوقتي؟ لا عجبني كل، يعني عجبني أكرم، عجبني عمرو بركات، عجبني باسم، لأن تعتبر إن باسم طول الموسم ما شفناهوش. صحيح. عجبني عمرو بركات طبعا. إسلام محارب عجبني. كل إسلام في الفريق بسرعة. وليد أزارو. وليد أزارو هو أقرب نموذج لمروان محسن. اللي هو اللعيب الفرود المحطة اللي أنت محتاجه، اللي يجهد الدفاع ويسهل مهمة القادمون، ويستطيع إذا فاتته الفرصة أن يسجل بإذن الله. بمناسبة مروان محسن، وصل أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق النهاردة، وكان رجع من ألمانيا الأسبوع الماضي بعد ما خضع لفحوصات طبية للإطمئنان على تعفيه بعد جراحة الرباط الصليبي اللي أجريت ليه عقب إصابته مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة. الترتيبات بقى لمباراة الفيصل، اللي هو شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي قال إنه تقرر فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي والفيصلي في الدور قبل النهائي على الموقع الرسمي للنادي ابتداء من النهارده، وبدات بالفعل اجراءات حجز التذاكر. واكد اللواء شيرين شمس انه تيسيرا على جماهير النادي تقرر فتح باب الحجز النهارده وبكره من اجل حضور مباراه الفيصلي يوم الاربعاء ان شاء الله في استاد برج العرب. وليد مهدي مدير اداره المباريات قال ان استلام الجماهير للتذاكر سيبدا صباح الاربعاء من منافس شركه فوري بمختلف انحاء الجمهوريه. والله شيء رائع. رائع. والاهلي يعني الحقيقه بيعمل حاجات بيضع نظام للكره المصريه. يعني هذا نظام رائد، هتلاقيه يطبق في كل المناسبات والانديه والماتشات اللي جايه. هتبص تلاقي مفيش تدافع ومفيش سوق سودا بعد شويه. الحقيقه خطوه اهنئ عليها اصحابها في النادي الاهلي. الاتحاد العربي كان قال ان 25,000 تذكره لمباراه الاهلي والفيصلي، فيهم 10 تذاكر منحت للاهلي، 10,000 تذكره منحت للاهلي عشان يوزعها من خلال السيستم، و15,000 الاتحاد العربي بيبيعها من خلال منافذ التوزيع البيع بتاعته. واذا احتاج النادي بيديله كمان، اذا خلص ال10 طبعا هياخد منه طبعا. انما هي خطوه محموده جدا جدا، يعني انك تعمل مباراه لا، الفكرة انك انت تبتدي تلجأ الى، ما كل ده تطوير، دي ميكنة. احنا بعاد قوي يا جماعة، وعقبال ما تبقى التصويت كده والانتخابات كده وكل شؤوننا في الحياة، ويبتدي ما تتعاملش بالكاش وتتعامل بالكريدت يعني بالفيزا وتتعامل بالشيك وتتعامل، هتبص تلاقي الضرائب انضبطت وتلاقي التهريب قل، وتلاقي حاجات كتير جدا جدا هتؤثر على انضباط زي ما بيسموه الان والاوت بتاع حركه الاموال في مصر. مجلس اداره النادي بيفتتح صاله الجمباز بعد تطويرها بالكامل، والمهندس محمود طاهر بيحضر هذا الافتتاح، وقام بجوله تفقديه في صاله النادي للجمباز. اعتقد رعايه الاهلي لهذه الالعاب يا باشمهندس رساله كبيره جدا. حاجه جميله جدا وعظيمه وفاخره. ويا رب يا رب دايما كل المجالس تشتغل بهذا التوجه والضغط تحت رغبة يعني كسب رضا وكسب ثقة الأعضاء، لأن عملية التطوير اللي بنشهدها دي أحد نتائج أن باستمرار يتنافس المتنافسون. أنت عملت كذا أنا هعمل أحسن منك بالزبط. وأنا والتاني يقول له أنا هعمل أحسن منك. مين المستفيد؟ الأهلي وجماهيره وأعضاؤه وتاريخه ومكانته. طيب، هو قال المهندس محمود طاهر ان صالة الجمباز صرح جديد جدا بيضاف لمنشآت النادي. رعاية الأهلي ل 19 لعبة بكل منشآتها حاجة، لا حاجة جميلة طبعا. وهو دي اللي أنا بقوله. لما بيجي يقولوا الدعم الدعم الدعم، ادعمني في البنية الأساسية. أنا عايز دعمك في إيه؟ ما هو أنا برعى، أنا فنيا أنا برعى وبدي لك أبطال، أنا بدي لك أبطال تلعب بيهم وما بتكلفكش حاجة، على الأقل اعطيني ملعبا أعطيك بطلا، فادعمني في البنية الأساسية. صحيح. لجنة المسابقات في اتحاد الكرة حددت مواعيد مباراتي كأس مصر الدور قبل النهائي. الأهلي مع سموحة هيكون يوم الأربعاء 9/8 إن شاء الله
في استاد الجيش في برج العرب الساعة 8 مساء، ويسبقها بيوم مباراة المصري والزمالك. وقالت ان المباراة يا باشمهندس كاشتراطات هتلعب نص ساعة على شوطين في حال استمرار التعادل، ثم ركلات الترجيح اذا استمر التعادل. يعني في اشواط اضافية قبل ركلات الجزاء، نفس نظام البطولة العربية. يعني برضو تداخل كاس مصر مع البطولة العربية مع البطولة الأفريقية، أنت شايف الزخم ده اتحلت باللي عمله النادي الأهلي. إنه لعب وجوه أراد أن يراها ويعطيها الفرصة، مش هقول وجوه جديدة لأن هي لعيبة كبيرة جاية لنا عشان إحنا واثقين في قدراتها. لكن خدت الفرص وأصبح أنت دلوقتي عملية الروتيشن التدوير ماشية بسلاسة دلوقتي. وما انتش قلقان يغيب حد بتدعم مكانه. يعني صالح جمعة طمنك قوي في المكان. لم يعد هناك ما يمكن إضافته لهذا الفريق ربما إلا أحدا في وسط قلب الدفاع، قلبي الدفاع عشان حجازي وتحسبا رحيل أي حد تاني أو إصابة أي حد عايز حد كمان على مستوى ده المركز المحتاج. يبقى انت عندك الـ التكامل في فريق النادي الاهلي. التلت الهجومي اعتقد اكتمل. ما انت عندك أحمد دلوقتي الشيخ. وليد ازارو، خلينا في الفراوده، عمرو جمال، عماد متعب، مروان محسن لما هيرجع خلاص اجاي، خمسه يستطيعوا ان يؤدوا في راسين الحربه واللي تحتيهم. وعندك بقى على الاطراف هنا وهنا عندك احمد الشيخ وعندك وليد سليمان وعندك اقول لك مين واسلام محارب وعندك مؤمن سليمان وعندك وتحتيهم عبد الله السعيد وصالح جمعه. يعني مش عايزين محمود المخبازي راجع لك من عش الزوجيه بمعنويات عاليه، فجاب لك وليد مهدي بسرعه على التليفون عشان تطمن منه على اجراءات حجز التذاكر، لانه اعتقد مساله تهم الجمهور. استاذ وليد مساء الخير. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، بمس على حضرتك وعلى استاذنا الاستاذ عدلي القيعي، بمس على حضراتكم جميعا. يا استاذ وليد انت كده دخلت التاريخ كاول كاول من نظم هذا النظام اللي هو مش جديد على العالم ولكن جديد على مصر، وانك انت فعلا وضعته محل التنفيذ واثبت نجاحه، وبكره هيأجروك بالساعه علشان تنقل تجربتك الى كل مكان. يعني لا يا كابتن عدلي، هو انا اضيف بس على اللي حضرتك قلته ان مش انا اللي دخلت التاريخ، هو النادي الاهلي اضاف للتاريخ مش انا. ماشي يا عم انا جزء كل الموضوع ان انا لما توليت اداره المباريات في النادي الاهلي كان من اهم حاجه كانت موجوده ان لابد من ايجاد اليه واضحه ومحدده لحل مشكله دخول الجماهير لارض الملعب. سواء قرر الامن في اي وقت عوده الجماهير او في اي مباراه افريقيه يكون في زي اليه واضحه موجوده. الاول اعلنا وده كانت دايما تعليمات المهندس محمود طاهر رئيس مجلس الاداره. اول اهم حاجه قبل تشكيل الاداره هو ده الاساس. فتقدمنا وعرضنا عليه اول حاجه اللي حضرتك بتتكلم فيها هي مرحلتين اثنين، المرحله الاولى اللي شغالين فيها كابتن عدلي يا استاذ ابراهيم وهي التذاكر الالكترونيه. من خلال الموقع الرسمي للنادي الاهلي في سيستم دلوقتي يمتلك النادي الاهلي، يمتلك حقوق الملكيه الفكريه بتاعته، يعني النو هاو والسوفت وير عندنا. طبعا ما ده جوه النادي الاهلي، السوفت وير جوه النادي الاهلي، السيرفر الخاص بالبيانات جوه النادي الاهلي، تمام، البيانات المحدده على الموقع جوه النادي الاهلي، المشترك معانا شركات، شركه سوفت وير وشركه تحصيل وتوصيل ودفع الاموال وشركه تامين الشركه الثالثه. ثلاث شركات دول من خلال النادي الاهلي، ولكن اللي بيمتلك الموضوع كله النادي الاهلي، ودي من خلال حضرتك انت من حلقتين عملت تقرير مفصل جدا وصل للناس ببساطه جدا واتشرح مراحله كلها. بصراحه رده الفعل من ان الناس ازاي يحجز وازاي يسجل وازاي يدفع ثمن تذكرته وازاي يختارها تحت بيته وازاي ياخدها ويروح الاستاد فيلاقي الجهاز الاسكانر بيقرا بيانات التذكره قدامه، ده نوع من الاطمئنان بالنسبه للجمهور قبل ما يكون بالنسبه للجهات المسؤوله. والاستاذ ابراهيم المنيسي كان حضرتك موجود وشاهد عيان في احدى المباريات. هو نفسه كان زبون الاخير. ايوه هو كان زبون، هو كان
بالظبط كده. هو لكن انا شايف ان كمان الثقه تولدت لدى الجماهير لما جربوا بنفسهم وبيقولوا لبعض، اللي ارتاح قال للتانيين يا جماعه ده حاجه سهله جدا تعالوا. فاظن دلوقتي الدنيا مشيت ماشي يعني. كابتن عدلي عاوز اقول لحضرتك على حاجه، الجمهور كان محتاج ايه؟ الجمهور كان محتاج اليه محترمه تمام يحجز تذكرته ويحصل عليه، ده الجمهور. احنا والاجهزه التنفيذيه في الدوله محتاجين ايه؟ محتاجين جمهور يكون سالم وامن ومطمئن، ثلاث حاجات. الرغبه التقت في الثلاثه. حضرتك الجمهور دلوقتي بيخش على الموقع الرسمي للنادي الاهلي، يسجل بياناته، يحجز تذكرته، يدفع من خلال 60,000 نقطه حوالين الجمهوريه، ويستلم من خلال المكان اللي بيختاره جنب بيته. حضرتك لا سوق سودا، لا كشاك، لا منافذ على بوابات، لا زحام، لا توابير، لا 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 شويه لا محسوبيه، لا مش عارف محسوبية. لا كل انت عاوز تذكرتك حضرتك هتلاقيها، هتدفع ثمنها وتاخدها، مفيش والنبي طب خلي لي خمسه على جنب، طب خد 10 وسقعهم لحد ما السوق السوداء تشتغل، كل ده انتهى، مفيش. حضرتك واقول لحضرتك على حاجه كابتن عدلي كمان، النهارده الشركه اللي بتحصل دي الفلوس بتاع النادي ثمن التذكره بتوصل ازاي للنادي؟ بتتحط في شوال وتجيله ولا او مع مندوب في شنطه؟ خالص ده حضرتك بيحصل ترانسفير بين الشركه وبين الحساب الخاص بالنادي الاهلي. اذا التحويل حتى امن، امن حتى التحويل امن، مفيش ايد بايد يا كابتن، مفيش ايد طيب. بايد. قول لي دلوقتي يا وليد، بالنسبه لمباراه الفيصلي بدا حجز التذاكر من النهارده؟ دي في نقطة مهمة جدا برضو بالنسبة للبطولة العربية حضرتك اللي أنا داخل أوضحها قبل البطولة ما تبدأ. حضرتك أنت شفت كان اللغط اللي حصل في موضوع التذاكر وعدم وضوح الرؤية. تواصل الاتحاد العربي مع المهندس محمود طاهر، إدى أوامره حضرتك إن إحنا نفتح السيستم تمام تيسيرا على جمهور النادي الأهلي. النادي الأهلي لن يستفيد في هذه البطولة من الناحية المالية من ناحية التذاكر خالص. كل الموضوع إن أنا بوفر للجمهور التذكره علشان ما يتعبش ويلاقيها فين. حضرتك الكابتن مجدي عبد الغني وهو عضو اللجنه العليا للبطوله تواصل برضه مع النادي الاهلي ومع اللي هو شيرين شمس وبعتوا جواب بيستاذنوا النادي الاهلي بفتح السيستم بالنسبه لمباراه الفيصلي. تم فتح السيستم النهارده الساعه 12 الظهر، الاعداد المقرره 25,000 متفرج. احنا حضرتك اتبعت لنا 10,000 ل 15,000 على السيستم حسب الطلب من الجمهور، موجودين من الساعه 12. الراغب في الحصول على التذكره بيخش يحجز وبيخش يختار تذكرته وبياخدها في مكان. اللي عايز بكره يحضر مباراه الاهلي والفيصلي بكره يحجز تذكرته ازاي ببساطه؟ لا هو بيحجز من النهارده الساعه من النهارده الظهر. تمام. لغايه امتى؟ لحد بكره الساعه 12 بالليل. تمام، يعني متاح بكره لغايه 12 بالليل. والتسليم للي سجل النهارده بكره بالليل، لان التذاكر هيستلموها النهارده بالليل. تمام تمام. واللي هيسجل بكره يستلم بعد بكره الصبح، لان المباراه الساعه 8 الصبح 8 بالليل في استاد برج العرب، فهيستلم من اسكندريه. ده بالنسبه لمنافس اسكندريه. من خلال حضرتك يا استاذ ابراهيم وكابتن عدلي اوجه رساله لجمهور النادي الاهلي، معلش هو ده لما كان النادي الاهلي محتاج جمهوره في المباراه دي والمباراه النهائيه. مفيش وقت للمقاطعه ولا وقت للزعل، انت طالب التذكره والتذاكر اتوفرت. قاتل النادي الاهلي بتنزيل ثمن التذكره من 125 جنيه ل 50 جنيه. ل 50 جنيه ودي اقل حاجه الاتحاد العربي قررها. دي الرساله اللي من خلال حضرتك، التذاكر متوفره متاحه في 15,000 تذكره متوفرين على سيستم النادي الاهلي موجودين. اي حد في اي حته في جمهوريه مصر العربيه كفيل انه يخش دلوقتي. لا وهو دلوقتي بقت القضيه قضيه مؤازره النادي الاهلي. واعتقد ان كمان احنا شفنا كمان الجمهور اللي كان قاعد في البيت كاشش ما بيقدرش يناضل عشان يجيب تذكره وخايف من الزحمه والمشاكل، اصبح بيستطيع ان يحصل على التذكره. يعني انت رجعت كمان الاسر الى المدرجات. يا كابتن عدلي حضرتك انت دايما بتاخد بالك من حتت كده، هي دي اللي الغرض الجمهور يعرفها. في احصائيه عملناها المباراه الاخيره بتاع نصر حسين ضي الجزائري، 65% من اللي كان موجود في الاستاد اسر، وليس لان حضرتك كمان لو انت كابتن عدلي دخل يحجز تذكرته ويحجز لمراته والابن والبنته بيبان عندي كم اسره حجزت. مش موضوع خلاص خد تذكره وامشي وانا مش عارف مين اللي واخدها، لا ده لما تاخد تذكره وفي عضو تابع ليك زي عضويه النادي بيبقى برضه عضو على التذكره، فبعرف كم اسره. فكان وكل حد جديد بيخش بيزود بنك المعلومات بتاعك.
الله ينور على حضرتك. وخد النقطة الثانية كمان يا كابتن تيسيرا على الجمهور، اللي سجل مرة قبل كده واحدة مش محتاج ان يسجل تاني خالص ولا مرة، كل الموضوع انه بيختار تذكرته بس، مش محتاج يسجل، هي مرة واحدة بس وبيحرك فيها بيختار تذكرته. استاذ وليد انا يعني احييك على التنفيذ. انا عارف ان المهندس محمود طاهر هو معني دايما بالميكانة، يعني من ايام ما كان عضو مجلس ادارة هو الاستاذ عمرو فاروق كان الكابتن صالح دايما لما يحب يتجه الى ميكانه اداره النادي بتاع، كان الاثنين دول هم اللي ادواته التنفيذيه في هذا الامر، بيحبوا وبيتقنوا هذا العمل. فانت كمان بقيت الذراع التنفيذي الان، لا ده شيء تحيى عليه ويحيى عليه النادي الاهلي، وهو دي مكانه النادي الاهلي. برضو عاوز اقول لحضرتك على حاجه اخيره كابتن عدلي قبل ما اقفل لو تسمح لي، يعني فضل. اخر حاجه، هو المشروع كله كان مرحلتين، ده المرحله الاولى مرحلة التذاكر الإلكترونية، المرحلة الثانية وهي بطاقة جمهور النادي الأهلي. سيزون تيكت. لسه محتاج بطاقة شخصية ولا محتاج بطاقة نادي، البطاقة دي حضرتك هتبقى مدة صلاحيتها لمدة 3 سنين. مجرد إن أنت تاخدها، حضرتك ما عدتش محتاج إنك تتعب في أي حاجة، بدل ما تدخل هتدخل رقم البطاقة فقط لا غير على السيستم، وهو هيبقى كله بياناته. سواء انا عضو هيبقى مرتبط بسيستم الاعضاء. لا عايز افهمها دي، عايز افهمها. انت بتعمل بطاقه للجمهور النادي الاهلي، للجمهور الاهلي مش لعضو النادي، للجمهور. لا 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 يا حضرتك البطاقه طالع منها بطاقتين اثنين، بطاقه للجمهور العادي اللي في الشارع، تمام، ده حضرتك بطاقه يتخللها الناس اللي كمان ما بيعرفوش كمبيوتر. هنعمل زي خدمات في كل الانديه، في كل الافرع وكل الستورز بتاعنا، مجرد يحط صوره بطاقته نوصلها له بعد كده لحد بطاقته الشخصيه، تعمل لها سكاننج الشخصية. تعمل لها سكاننج على بطاقه النادي وتديها له صالحه 3 سنين، صالحه لثلاث سنين، يجيب بيها التذاكر بقى ويعمل اللي هو عايزه. هو ده، مش هيقدر ياخد تذكره غير بالبطاقه ديت اللي هي صلاحيتها لمده 3 سنين. وكمان حضرتك بالنسبه لعضو النادي هيتحط على السيستم بتاع النادي، اعضاء النادي، مجرد انه يختارها هيبقى مكتوب في ده جمهور النادي الاهلي وده عضو النادي الاهلي، ده هيتخصص له الدرجه الاولى شمال عضو النادي الاهلي، والجمهور النادي هيبقى متخصص له الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه، واذا اراد حتى في المقصوره مفيش مانع ان هو يشتري، بس من خلال بطاقه جمهور النادي الاهلي اللي تم الاعلان عنها من 11 شهر وانتهينا من السيستم بتاعها من 15 يوم، وهيتم الاعلان عنها في مؤتمر صحفي من خلال المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره، اللي زي ما حضرتك قلت معني بالميكنه ومعني بكل. عندك عدد محدد اللي دخل وسجل ولا ما عندكش لسه؟ انا عندي بصراحه لو قلت لحضرتك يعني هتقول دي مفاجاه، ولكن مش مفاجاه على جمهور النادي الاهلي. كام؟ حضرتك لما اعلنا بدون وجه رسمي تقدم 37,000 راغب في الحصول على بطاقه جمهور النادي الاهلي. 37,000 حتى الان. 37,000 حتى الان، ده لسه. انا متوقع تعدي ال 100,000. احنا عندنا تارجت ثاني خالص حاطينه، لان عندنا احصائيه يا كابتن عدلي ان اللي بيهتم بحضور المباريات من جمهور النادي الاهلي اكثر من 1,700,000. ده اللي بيهتم بحضور مباريات النادي الاهلي. كم الف هيحاول يحصل على البطاقه؟ هو ده اللي احنا. انت عارف يا استاذ وليد ده معناه ايه؟ اتفضل. معناه لما تعمل الاستاد بتاعك قريب باذن الله كما سمعت من السيد رئيس المجلس، انك انت ممكن تبيع البطاقات الموسميه زي انديه اوروبا بسهوله جدا جدا جدا. لو عملته 100,000 تستطيع انك انت تبيعهم من خلال هذا السيستم للبطاقات الموسميه، وكل واحد يعرف مكانه تحديدا، وهتبقى انت عارف كل كرسي مين اللي قاعد عليه. هو ده الشغل العالي قوي يا كابتن عدلي. يكفي حاجه ان حضرتك كل واحد هياخد بطاقه مسلسلها رقم 1000، معروف ان هو هيبقى على الكرسي رقم 1000، تمام، وده مرتبط بان الاستاد نفسه لازم يترقم. لو حصل تلفيات للكرسي هو هيتحملها، لو حصل امتياز للكرسي اكتر من ماتشين ولم يتخللوا اي شيء ممكن ياخد تذكره بدون مقابل. في مليون حاجه تتعمل، بس كلنا نبدا، هي دي الخطوه اللي كل مصر بتتكلم. والله انا متفائل جدا جدا بميكانه التذاكر، وشايف ان الاستاد ما اتعمل هتبقى العمليه سهله جدا 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 باذن الله. نعمل فيه المتحف ونعمل فيه البطاقه الموسميه ونعمل فيه كل اللي احنا عايزينه.
استاذ وليد. الله، ومن خلالكم يا كابتن الصوت دايما بيوصل لجمهور النادي الاهلي، بعتز بيكم دايما وبشكركم على ان حضراتكم يعني دايما بتاخدوا الافكار وتقدر توصلها للجمهور العادي والمثقف والمتعلم وكل فئات جمهور النادي الاهلي. وقبل ما اقفل بشكر كل اللي ادانا الفرصه دي من خلال مجلس اداره النادي الاهلي والمدير التنفيذي اللي هو شيرين شمس، اللي دايما بنتعامل بكل حب واحترام، والغرض كله هو خدمة جمهور النادي الأهلي. تمام يا رئيس. شكرا جزيلا للأستاذ وليد مهدي مدير إدارة المباريات في النادي. وأعتقد الجمهور اللي عايز يحضر مباراة الفيصلي إن شاء الله عرف من وليد إزاي يقدر يدخل، إزاي يقدر يحجز تذكرته، وإزاي يقدر يشجع الأهلي إن شاء الله يا باشمهندس. إن شاء الله خطوة هايلة تدي لك اطمئنان إنك تدير منشآتك المستقبلية بسهولة جدا. بفكر شوية. هو هري ونفسنا وخلاص. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. هو هري ونفسنا وخلاص. على فكره الهري ضر جدا بالصحه، بس الناس تسيب اي حاجه ولازم تمسك حاجة تهري فيها وتنفسن فيها ويبقى أساسا بدون حتى معلومات، وتبدأ تبني عليها انطباعات، وتبدأ تصدر للرأي العام قناعات معينة بأنه الأهلي بيتجامل والأهلي بيتغير له النظام. يا عم اللي مش قادر يا أستاذ إبراهيم هيعملوا مش إيه؟ مش مستحمل. والله العظيم الأهلي ده معذب ناس كتير جدا. صحيح. هيعملوا إيه؟ يعني أنت عمال غير أنهم يقعدوا يهروا، كل ما يخشوا معاك في مجال بتسبقهم بخطوات. فيقول لك إيه؟ عربيا بتتجامل، اقليميا بتتجامل، عالميا بتتجامل، طبعا محليا بتتجامل. فهما يا عيني كويسين قوي 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 قوي، بس ايه؟ علشان المدام قريبة المدير، وعلشان ما يشوفش بقى ان هو مازال بيشتغل بالكوبيا والكمام. والاهلي دخل على الكمبيوتر والسوفت وير زي ما احنا بنحكي كده. لا، ما يشوفش دي. هو يشوف ان هو مش عارف ايه، ويفضل يا عيني متقوقع ومتشرنق في المظلوميه بتاعته، ويفضل عايز لما تخلص عليه. بدل ما يا اخي انسى الاهلي وتحدى نفسك، خليك اشتغل انت، خليك تجري، لكن هتفضل تفسر اصل الاهلي بيتجامل. انت انا كويس بس الاهلي بيتجامل، خليك زي ما انت. احنا بنتجامل. بص بقى، يعني من ضمن الحاجات مساله القيد. من النهارده تقريبا موقع اليوم السابع طلع خبر لعضو في اتحاد الكره الاستاذ محمد ابو الوفا. انا ما اعرفش الراجل يعني كل اعتراضه ليه باب القيد استثناء يتفتح للاهلي، وقايل انه لا مش هنسمح والاهلي مش على راسه ريش، مش على راسه ريشه، وانه لو هتفتح للاهلي طب ما تفتح لبقيه الانديه. ليه 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 لا بس ليه هو انت فتحت للاهلي ليه؟ بس هو ده اللي انا عايزه. مش وعده مجلس اداره؟ ما حدش جاوبه. يعني المفترض يا جماعه انتوا بتديروا الكوره، انتوا بتديروا الكوره يا استاذ ابراهيم. لا، هو بيعامل معامله خاصه. ما حدش بيقول له. هو فوجئ ان هنفتح للاهلي، ما حدش قال له فتحنا للاهلي ليه؟ ليه؟ فله حق يزعل. فتحتوا للاهلي ليه؟ اشمعنى الاهلي؟ يا عم استنى بس، اهدى. الله اكبر الله اكبر. حد يقول له كده؟ احنا فتحنا للاهلي علشان الاهلي بيلعب في افريقيا. ولو كان سموحه والمصري والزمالك مستمرين كانوا هيفتحوا لهم. ولما اتقال ان هنفتح الباب القيد، انا اقول لكم ايه يعني ايه باب القيد بس عشان الناس تبقى متابعه. الاتحاد الافريقي في شهر اغسطس بيسمح للانديه اللي تاهلت للادوار النهائيه في دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه تستكمل قوائمها. يعني ايه تستكمل قوائمها؟ انت في البدايه ليك 30 لاعب، لو سجلت 25 يبقى عندك خمس اماكن، سجلت 26 يبقى عندك اربع اماكن، سجلت 30 يبقى ما عندكش اي مكان. طيب الاهلي والزمالك لما كانوا سايبين كل واحد فيهم اربع اماكن او خمس اماكن في القائمه الافريقيه، علشان اللعيبه اللي هتجيبهم للسنه الجديده تقدر تضيفهم تدعم بيهم قيمتك الافريقيه في الادوار النهائيه، كانت النتيجه ان الزمالك خرج. ده مش ذنب الاهلي. الاهلي سموحه خرج، ده مش ذنب الاهلي. وقت ما قالوا القيد الافريقي هيخلص 5/8، 5 اغسطس نهايه القيد الافريقي. طيب مين اللي انت من حقك تسجلهم في افريقيا؟
اللاعب اللي انت جبته وسجلته في قائمتك المحليه الجديده بتاعه السنه الجايه. طيب انا لما جبت لعيبه زي وليد ازارو وزي لا مش ده انت ما تعرفش تسجل في افريقيا الا لو كان متسجل محلي. محلي اذا كان تسجل عندك في قائمتك المحليه تاخد الكارنيه بتاعه والاعتماد من اتحاد الكره وتروح تسجله في افريقيا. طب هسجله ازاي محلي والبهوات خلوا الموسم هيمتد لغايه 15 اغسطس؟ ده الراجل عضو اتحاد الكوره. انا يعني الناس لما تبقى مسؤوله بالذات قبل ما تتكلم تفكر لمده ثانيه. كاس مصر امتداد الموسم اللي انتم مصممين عليه يخلص 15 اغسطس. ده ذنب الاهلي؟ مين السبب في ده؟ اكيد مش الاهلي. طيب 5 اغسطس يجي قبل ولا 15 اغسطس بتيجي قبل؟ عشان بقول لكم هي يعني هي مساله هلي وخلاص. يا جماعه انتوا مددتوا الموسم عشان يخلص 15 اغسطس. اتحاد الكوره طلع قال كنا هنفتح للاهلي والزمالك وسموحه، اما وانه الزمالك وسموحه خرجوا فالاهلي بس اللي هو المفترض ياخد فرصه ان احنا نفتح له باب القيد المحلي، بس لينا شرط واحد. ايه؟ اللعيبه اللي انت هتسجلهم الجداد ما يلعبوش كاس مصر. ماشي فير. ده اللي تكافؤ الفرص مع بقيه الانديه. طب ممكن اسالك سؤال هنا يا استاذ كويس وموافق ما عنديش مشكله. اتفضل. ممكن اسالك سؤال؟ اه. هيستفيد ايه لو فتحوا باب القيد لكل الانديه؟ هيعملوا بيهم ايه؟ هو قال لك انا ما اعترضوا، قال لك عشان كاس مصر في ناس مش هيلعبوا كاس مصر. هتستفيد ايه؟ ولا حاجه. وكاس مصر فاضل فيه 4 فرق. اه. مش هي اللعيبه الجديده مش هتلعب كاس اللي مصر. مش مشارك في افريقيا مش انا اسالك سؤال. اه. يعني هو اللي بيقول اشمعنى؟ طب يا عم روح هنفتح لكل الانديه، هتستفيد ايه؟ لكن الاهلي لازم يتسجل عشان يلحق يسجلوا. خلي بالك وكل سنه ده بيحصل لكل الانديه المشاركه، السنه اللي فاتت حصل لكل الانديه. بالظبط. حصل للاهلي والزمالك واتفتح مبكرا عشان يأيدوه، ومن يومنا لان احنا قلنا الاجنده الافريقيه متعارضه مع الاجنده الدوليه والمصريه. ايوه. السنه دي هيبتدي بقى تظبيطها. لحد ما تتظبط انت كنت بتوفى اوضاعك تملي تفتح باب القيد مبكرا عشان تأيد افريقيا، مش جديده يعني. انما اللي عايز يقول اشمعنى خلاص انت حر بقى، قول اشمعنى وضايق نفسك. وقال لك في جلسه وديه بكره في اتحاد الكره عشان يحسموا المساله، وانه الراجل محمد ابو الوفا قال انه بيرفض رفض تام فكره فتح باب القيد الاستثنائي للنادي الاهلي، وقال حاجه، قال طب لو هتفتحوا للاهلي ما تفتحوها للانديه اللي خد منها لعيبه، واستشهد على كده بسموحه اللي ضم منه الاهلي اسلام محارب، وانا مش عارف المنطق اللي حكم الكلام ده ايه. طب افرض افرض. طب اوكي هنفتح لسموحه. هيستفيد ايه؟ يعني عشان ايه؟ هيستفيد ايه؟ ما هو هيلعب بيهم أفريقيا. امتى؟ صحيح. ما هيلعب بيهم في الموسم الجديد، يعني هو اتحاد الكوره ما يفتح بتاع هيستفيد ايه يعني؟ بقول لكم هي يعني ذنب الاهلي انه 5 اغسطس بتيجي قبل 15 اغسطس. خلي بالك هو ده ذنب الاهلي. خلي بالك يا استاذ ابراهيم. آه. مش من مصلحه الانديه يفتحوا لها دلوقتي. ايوه. ليه بقى؟ يعني استاذ ابو الوفا خليه معايا، اذا كان يقصد يصطاد الاهلي هو هيلاقي نفسه بيصطاد. لا اكيد لا. هيقصد هيلاقي نفسه بيصطاد الانديه. اه. دلوقتي انت بتلعب هيفتح لكل الانديه خلاص؟ هياخدوا لعيبه. اما يجي يفتح اما يجي النادي الاهلي بقى ها يخلص، مش ممكن يسيب لعيب ويطلع لعيب اعاره ويعمل بعديها؟ طبعا. لو فتح دلوقتي موسم القيد هيخلص. ايوه. قبل الاهلي ما يخلص. زنقك بدري قوي. يبقى مش هتستفيد حاجه. أه. يعني هي ما هي بس اشمعنى الاهلي؟ اشمعنى الاهلي؟ اشمعنى الاهلي؟ بصوا الناس لما الاربع انديه تاهلوا في دوري البطوله العربيه ده جزء برضو من الهري والنفسانه. أول ما اتعملت القرعة أو أول ما الأربع أندية صعدوا كان المفروض حسب ما اللي اتقال قبل كده الأهلي لعب الفتح الرباط المغربي. لما اتقال فيه قرعة قال لك بس يا رب يخبط في الترجي ونخلص منه بدري بدري. فضلوا مستنيين ساكتين ما اعترضوش على القرعة. فضل كل مستني. وبعدين طلعت حاجة إيه؟ لا ده الاتحاد العربي افتكس حكاية القرعة. لا بالمناسبة الجدول اللي حضراتكم شايفينه على الشاشة ده جدول البطولة العربية أول ما اتعمل، وفيه إنه الأهلي أو فيه إنه هيتعمل قرعة بين الأندية. أديكوا شايفينها في الخانة اللي قبل الأخيرة، هتجرى القرعة، تقام القرعة بين الأندية الأربعة المتأهلة لتحديد أطراف ده قبل البطولة؟ آه قبل البطولة. طب بكتير. أمال إيه؟ فده معلن. أنا شخصيًا كنت معتقد إنه
لا مفيش قرعة وفي نظام ثابت. الاتحاد العربي رد وكشف عن الجدول اللي أعلن من البداية خالص، وفي الخانة اللي قبل الأخيرة منه اللي انتوا شايفينها في قرعة. هي ده ليه؟ هو أنا أقول الناس ليه؟ أنا كانوا مأملين نفسهم قوي. لا ده أنت اللي مستني إن تتعمل قرعة. لا أنا عايز الأول أقول لك ليه الاتحاد بيعمل كده؟ ما هماش مجموعتين، تعرف لو مجموعتين كان عمل مقص. بس بالظبط. لكن هما مش مجموعتين. هما ثلاث مجاميع، فقال لك نعمل قرعة. أيوه. بس. وبعدين لا كمان. ما أنت على أي أساس تقول إن التاني ده يلعب التاني ده؟ مين التاني؟ التاني بتاع أنهي مجموعة؟ ما أنت مش عارفها. وأنت كنت عارف. أنت قلت أفضل تاني وخلاص. أفضل تاني ده كان هيطلع منين؟ وعلى أي أساس؟ واخد بالك؟ فالقرعة هو النظام الأكثر عدالة. طيب. ومع هذا يعني بصوا، كل الاحترام والتقدير للترجي ايضا الفتح الرباط المغربي والفيصل الاردني، لكن الاهلي ما دام بيبحث عن البطوله بيحترم الجميع لكنه لا يخشى احدا، يحترم كل منافس. والاربع فرق كده. وما دام انت رايح تجيب بطوله لازم تثبت جداره ان انت تستحق انك انت تاخد البطوله، لو ما تستحقش يبقى ما ينفعش تاخدها. انت مش لا هتصلبط ولا هتسرق حاجه، انت بتبحث عن الجداره. الاهلي خسر من مين؟ من الفيصلي. من الفيصلي. طيب يعني ما فيش شيء مضمون في كره القدم. ده محمد روروه والكابتن مجدي عبد الغني. انا مسألة. في مراسم القرعه النهارده. هقول لك اللي مزعل الناس ايه؟ الامنيات. هو كان يتمنى يخبط في الترجي ونخلص منه. تخلص من مين؟ من الاهلي. ليه؟ مضمونه قوي ان الاهلي هيخسر. طب قول لي يعني على اي اساس؟ على اساس الامنيات. على اساس الامنيات. هو الاول لما نفس اللي بيهري ده لما الاهلي خسر من الفيصلي قال لك يا عم شفت الفيصلي والعظمه والقوه والاهلي القزم والفيصلي العملاق، دلوقتي لما عملوا مع بعض بطل قرعه موجهه. لما وقعوا مع بعض يا سيدي مش كده. الاربع فرق طالما وصلوا الى المربع كلهم مؤهلين للفوز بالبطوله. الحظوظ تبان في الاداء في الملعب مش على الورق، مش بالزبط. بالسي في بالظبط. الملعب والتوفيق اللي جه لك. الاهلي بغلطه وحيده خسر ماتش الفيصلي. وبغلطه وحيده كان هيطلع من غلطه وحيده سواء من نجيب او من الحكم حتى. ما هو انت برضه من الحكم. ده مش غلطه وحيده من الحكم، غلطتين وحيدتين. بالظبط بالظبط. وغلطه في ماتش الجزائر الفريق النصر حسين داي الجزائري. برضه خطا اصفر عن هدف. يعني عانينا ولقينا وقت مؤلم وصعب عشان ترجع للمباراه ثم تفوز بشخصيه الاهلي. اذا هي المساله مساله ما حدش يقعد يفصل احلامه، ولما الواقع يفرض عليه شيء يخالف هذه الاحلام ياكل في بعضه. ما تاكلش في بعضك يا عم انت، هو استنى بس واحده واحده. والاهلي دلوقتي ارحم نفسك شويه. لا والاهلي لما يعدي الفيصلي يبقى اقول الكلام ده كله. النظام انت لسه شفت حاجه؟ ده الاهلي ناوي باذن الله. وانت ضامن ان الاهلي والترجي هم اللي يطلعوا في الفاينل؟ ايش عرفك هذا الكلام؟ وبعدين ما في افريقيا لسه، يعني ما هو الترجي برضه معاك في يا افريقيا يا عمي. وانت هتفضل ماسك في غيرك ليه؟ ايوه. هو انت تطلع تبتدي تبص. ولذلك انا بقول لك هو الاهلي تعب ناس كتير قوي. لا لا، جمهور الاهلي في مأزق. جمهور الأندية الأخرى بيشجعوا أي نادي غير الأهلي، فعندهم فرايتي. أيوة. أشجع ده قدامه 20 طبق. يعني فرقتي لما تخرج أروح مشجع الفريق الثاني. الفريق الثاني يخرج أشجع الفريق الثالث. أما الأهلي إشكاليته إن هو بصمته واحدة، لازم ياخد البطولة. فلما بيخرج ما عندوش أي حاجة تعوضه. أيوة. فهي دي مأزق مشجع الأهلي. انه يعني وما عندوش حل تاني الا انه يكسب. مفيش حل تاني. مساله المشاعر بقى، كل واحد حر في مشاعره. يعني بص نفس اللعبه ترجع يعني في جمل وفي حاجات. لا لا في شغل كويس. في أوه. شغل في شغل في الملعب يا جماعه. الكره الاردنيه، الاهلي لما لعب مع الفيصلي في افتتاح البطوله خسر بالهدف اللي حضراتكم فاكرينه بخطا محمد نجيب، لكن كان قبل كده الاهلي عنده مواجهتين مع الفيصلي. كان كسبهم في البطولة العربية للأندية أبطال الكوس عام 95 وانتهى بفوز الأهلي 1-0 بهدف رضا عبد العال. المباراة الثانية كانت في النخبة العربية عام 97 وانتهت بفوز الأهلي 4-0، كان سجلها هادي خشبة ووليد صلاح وأحمد فيليكس.
ومهند محادين كان لاعب الفيصلي سجل في مرمى. المباراة الثالثة زي ما شفتوها كانت في البطولة بتاعت السنة دي، وخسر الأهلي يعني 2-1 تاريخ مواجهات الأهلي مع الفيصلي. المهندس محمود طاهر رئيس النادي بيأكد ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الأهلي إن شاء الله تعالى على الفوز على الفيصلي وبلوغ المباراة النهائية في البطولة العربية بإذن الله. كابتن سيد عبد الحفيظ يراها هذه المرة مختلفة، بعيدا عن الهري بقى. يعني بيقول لك المرة دي مواجهة الفيصلي في نصف النهائي سوف تكون مختلفة، لأن خلاص بقى ما عندكش فرصة للتعويض، هي دي مباراة نتيجتها هتؤدي تكمل ولا خلاص كده شكرا. فبداية نقول إن كل واحد وصل لهذا الدور هياخد 200,000 دولار. اللي هيلعبوا النهائي الأول هياخد 2.5 والتاني هياخد 600,000 دولار. فأنت خلاص أنت بتلعب دلوقتي عايز توصل للنهائي. أيوه. علشان يبقى عندك فرصة للفوز باللقب، زائد إن على الأقل تضمن 600,000 دولار، ويبقى عينك على 2.5 مليون دولار، خاصة وأنت يعني وصلت الخبر إن جوائز هذه البطولة لفريق النادي الأهلي لو حصلوا عليها 20 مليون جنيه للجهاز الفني واللاعبين، هياخدوا نص الجايزة. أكبر حافز مادي في تاريخ كرة القدم المصرية، في تاريخ الألقاب سواء للأهلي لأي حد. فأعتقد إن طبعا الأهلي مش هو ده همه، لكن همه أن يضيف إلى تاريخه وألقابه لقب، لكن أيضا لا ده حافز مادي إشكالية، يعني أقل واحد يمكن ياخد له 300,000 400,000. فطبعا في الحالة دي احنا بنتكلم بقى انك انت حتى مجلس الإدارة راح حاطط لهم بقى الحلم المادي والحلم الأدبي والحلم. فأنت بتلعب فعلا هي بطولة مختلفة كما قال، أو مباراة مختلفة كما قال كابتن سيد عبد الحفيظ. وأيضا الأستاذ سليمان العساف المدير الإداري للفيصل الأردني قايل إن دي مباراة مواجهة صعبة جدا مع الأهلي، ما هياش للثأر ولا رد الاعتبار ولا غيره، لكن قايل إن المباراة قوية وإنه فريقه من وجهة نظره قادر على الفوز على الأهلي، وقال بعد القرعة قادرون على اجتياز الأهلي مرة أخرى ولا نفكر في المنافسين، نركز فقط على أنفسنا. وأوضح الإداري الأردني قال إن هو لقاء أشقاء عرب أخوي ود رياضي، لا يوجد ثأر أبدا على الإطلاق بيننا، لكن هدفنا تكرار الفوز وإثبات جدارتنا بالتغلب على الأهلي. أنا موافقه على كل اللي قاله، مفيش حاجة اسمها ثأر لأن مش خناقة. مفيش حاجة اسمها، خاصة لما ترتب عليها أضرار بالنسبة للنادي الأهلي. يعني والأهلي يكمل بالعكس. أنا شفت إنه جرح كبرياء الأهلي في البداية قوي، خلته جدية والأهلي ميلعب تحت ضغط طبعا. صحيح، الأهلي ساعة ميلعب حاجة صعبة تطمئن عليه. فأنت لكني بختلف معاه، يعني بإذن الله ما تكررش الفوز بإذن الله، ولا كل مرة، ولكن هو لقاء أشقاء ما فيش حاجة اسمها صقر. وانت كسبت مرة وبإذن الله احنا نكسب مرة ومرات، فأهلا بالأشقاء. والمردود الذي قدمه الفرق الأربعة في البطولة ومعهم العهد اللبناني الحقيقة اللي بيستحقوا كل تحية. صحيح. حتى الهلال بفريق من الصاعدين برضو كان بيؤدي بشكل في احترام يعني. وكل الفرق اللي جاي بقى بيستعد، واللي جاي عنده مشاكل، واللي جاي كل فريق كان له ظروف، لكن انا بخص بالذكر الفرق دي اللي كانت الى حد ما لها دوافع في هذه البطوله. كابتن حسام البدري هيبدا بقى يستدعي بعض اللعيبه اللي خدت راحه، ويبدا يجهز كل العناصر الاساسيه للادوار النهائيه في البطوله. غالي وربيعة ضمن التشكيل المثالي في دور المجموعات للبطولة العربية. اللجنة المنظمة للبطولة العربية اختارت التشكيل المثالي للأدوار الماضية. رامي ربيعة وحسام غالي جم ضمن التشكيل المثالي. حراسة المرمى معتز ياسين، خط الدفاع رامي ربيعة ومتعب المفرج وعلي المشاني، وخط الوسط فيه أيوب
ساكوما وغيلان شعلاني وحسام غالي وهيثم قعور، وخط الهجوم فيه عبد الكريم القحطاني ولوكاس ومحمد فوزير اللاعب المغربي. صالح جمعة جه أفضل لاعب عربي في الجولة الأخيرة، وده كان نتيجة الأداء الرائع من صالح. وذكرت الصفحة الرسمية للبطولة العربية على التواصل الاجتماعي تويتر أنه صالح جمعة تم اختياره أفضل لاعب في الجولة الثالثة بعد تألقه في مباراة الأهلي ونصر حسين داي الجزائري، وسجل صالح. كان ينبغي أن يجد لنفسه مكانا في التشكيلة المثالية. يعني أحسن لاعب في المباراة لكنه ما هواش ضمن التشكيلة المثالية. يعني احنا طبعا البطولة العربية بدأت وكأنها بطولة ودية، ولكن سرعان ما اكتسبت الأهمية والزخم والمنافسة والاهتمام الجماهيري والإعلامي والعربي، وتحقق لها قدر كبير جدا من النجاح الذي كان ينشده الاتحاد العربي. حقيقة لما بتتعمل حاجة في مصر حقيقي يعني بتكتسب. كنت ضيف في قناة الرياضية السعودية فسألوني على التنظيم، عندهم بعض الملاحظات على التنظيم وشايفين ان اتحاد الكرة ربما يكون مش مركز في ده. فانا فكرتهم بحاجة، انه الاتحاد العربي في الفترة في التسعينات بالذات كان بيسند للأندية مسؤولية التنظيم مش للاتحادات الوطنية، وده كان الحقيقة ثبت نجاحه في تجربة الأهلي في 95 و96، وثبت نجاحه مع في تونس مع الترجي التونسي لما نظم، وايضا الرجاء لما استضاف بطوله النخبه. من واقع خبرتك، مش الافضل بطوله للانديه ينظمها نادي ويكون هو المسؤول عنها بكوادره ومسؤولياته؟ هو لما بينظمها نادي ليها ميزه، لكن لما ينظمها غير الاتحاد ربما المزايا تتضاعف. هي بس العيب ان الاتحاد ربما يبقى مشغول في حاجات تانية. ايوه، ربما يشغل معاه عنده لقاءات في المنتخبات، ربما يكون مشغول في بدء المسابقات باجهزته ولجانه، لكن النادي الاهلي بيكرس جميع قواه وجميع قدراته التنظيميه ولجانه بيبقى متفرغ للبطولات. ولذلك تجد الاهلي لما نظم بطوله افريقيا مثلا في كره السله كان تنظيم رائع، في الكره الطائره كان تنظيم رائع، بطوله العالم في كره اليد كان تنظيم رائع، البطولات العربيه 95 96 حظيت باعلى اهتمام ورئيس الجمهوريه حضرها. صحيح. اذا وكان تنظيم طبعا وابتكارات والسيستم نفسه زي ما عمل كده الاهلي دلوقتي في توزيع التذاكر، لكن حطينا النو هاو بتاعنا في ازاي تستقبل الفرق وتحجز لها ازاي وتحركها ازاي وتامنها ازاي وتاخد رغباتها ازاي وتحلل يوم بيوم ازاي المصاعب وتحلها. فكل دي خبرات بتبقى اللجان متفرغه لها. في الاتحاد صعب تلاقي هذا الكلام، ولو ان الامكانيات بتبقى اكبر، لكن اعتقد ان المره دي كان هو محتاج للاتحاد عشان يغري الانديه. ما انت جاي تلعب في مصر عايز الاهلي والزمالك يشتركوا، هتديها لمين؟ اشكاليه برضه. لو اديتها الاهلي الزمالك هيقول لك اشمعنى، اديتها الزمالك الاهلي هيقول لك اشمعنى. وانت المفروض تديها للنادي اللي ليه حق المشاركه كبطل ايا كان هو مين بقى. ده بعدين بقى. هو السنه دي كانت السنه دي استثنائيه، عايز ترجع البطوله. انت بتديها قبله الحياه بترجعها. ايوه، واعتقد انها هترجع بقوه بعد كده، هتجد في تهافت على استضافتها. الاهلي بيولي مباراه الفيصلي اهتمام وتركيز خاص، عشان كده الكابتن حسام البدري استدعى لقائمه المباراه اللي موجوده في الاسكندريه شريف اكرامي واحمد فتحي وحسام عاشور وعبد الله السعيد ومؤمن زكريا وعلي معلول. دول أضيفوا لقائمة اللاعبين اللي سافروا الإسكندرية عشان يكونوا تحت أمر الجهاز الفني إذا ما رأى الاستعانة بهم أو بأحدهم في مباراة الأربع إن شاء الله. 200 ألف جنيه في انتظار كل لاعب بالأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال العرب، دي زي ما قالت الأهرام. وقالت أنه علم الأهرام أن اللائحة التي طلب رئيس النادي تعميمها أو تعديلها كانت تتضمن رؤية مساواة مكافآت البطولة العربية بدوري أبطال أفريقيا، وهو ما تم رفضه مسبقا، وأن الاتجاه الأقرب أن تكون مكافآت حصد اللقب العربي هي 4 شهور للجهاز الفني وما يقارب 200 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق. أنتوا عارفين أن قائمة الأهلي فيها 33 لاعب في البطولة، كل العناصر اللي أنا قلت لكم عليها عشان برضو
ضمن الهري والنفسانة هيتقال لك ازاي دول خدوا اجازة والاهلي رجع ضمهم في القايمة بتاعة البطولة العربية. لا يا سيدي، الاهلي مسجلهم في قايمة ال 33 من قبل البطولة ما تبدأ. وانا حر عندي بقى كون ان انا ريحتهم ده حاجة استغنيت عن جهودهم في الفترة اللي فاتت، ده حاجة تتحسب لنا. بس قبل ما تهروا وقبل ما تنفسنوا، الاسماء دي موجودة في القايمة ال 33 اللي كان فيها من قبل البطولة شريف اكرامي واحمد عادل ومحمد الشناوي وعمرو وائل وسعد سمير ورامي ربيعه ومحمد نجيب واحمد رمضان بيكهام وصبر رحيل وحسين السيد وعلي معلول واحمد فتحي ومحمد هاني وباسم علي وحسام غالي وحسام عاشور وعمرو السليه واكرم توفيق وصالح جمعه وعبد الله السعيد وعمرو بركات واحمد حمودي واحمد حمدي ومؤمن زكريا وميدو جابر واسلام محارب واحمد الشيخ وكريم ندفد وعماد متعب وعمرو جمال ووليد ازارو وجونيور اجاييه واحمد ياسر ريان. ربما تكون 200,000 دي المتوسط، لان طبعا هيبقى في نسب للمشاركه، طبعا هيبقى في نسب مشاركات وحاجات تانية، لكن في كل الاحوال انت قلت المبلغ هيكون قرابه ال 20 مليون جنيه. لان الجائزه هتقترب من 50 مليون جنيه بالظبط او 45 مليون جنيه. فهم ممكن يعني احنا مش هنعرف بالظبط لحد ما مجلس الاداره ما يعلن، لان كل دي اجتهادات. الاثنين والثلاث البطولة راحة النهاردة وراحة بكرة. الأربع 2 أغسطس الأهلي والفيصل الأردني في برج العرب 8 مساء. وليه برج العرب؟ لأنه شافوا أنه الإقبال على مباراة الأهلي كتير شوية، فمدرجات برج العرب أكبر من مدرجات استاد السلام، فتم نقل المباراة إلى برج العرب عشان يكون متاح في الحضور فيها 25,000 متفرج. زي ما سمعته من وليد مهدي، النادي الاهلي اخذ 10,000 تذكره قابله للزياده ل 15,000، والباقي بتوزعوا اللجنه المنظمه للبطوله العربيه. يوم الخميس 3 اغسطس المباراه الثانيه هيلعب الترجي الرياضي التونسي مع الفتح الرياضي المغربي، هتبقى ايضا الساعه 8 ولكن في استاد الاسكندريه. الجمعه والسبت راحه. الحد 6 اغسطس فاينل البطوله العربيه ان شاء الله الساعه 8 في برج العرب. لو ده تم والاهلي باذن الله تعالى كمل، هيبقى في تعديل اجباري قبل ما الناس تهري وتنفسن تاني، لانه لو البطوله العربيه هتختتم يوم الحد مش هينفع يتلعب كاس مصر. انت هتلعب الاهلي يوم فاينل 6 اغسطس، مش هينفع يلعب يوم 8 او 9 المباراه بتاعه كاس مصر، فهترحل يوم. دي مرتبطه حسب ما لجنه المسابقات اعلنتها بالبطوله العربيه. الطرف النهائي مين؟ بالظبط. لكن شهادات الأشقاء العرب بالأهلي ودوره وقيمته وتأثيره في البطولة العربية يمكن لا يخلو تصريح لأي نادي عربي مسؤول لاعب إلا ويحمل كل التقدير للأهلي وقوته ومكانته وجمهوره. مدرب المريخ السوداني دييجو جارزيتو تحدث عن الأهلي كأحسن فريق وتقديره تمام كمان لحسام غالي. نشوف عليه. عايز اساله عن تقييمه ايه للفرق الدوره، مين الفرق اللي عجبته في الدوره؟ هذه توتامبريت انتربريتاسيون بور ليز ايكيب كون جوي دون سات كوب تورنوا وي اي كالي لي ميور ايكيب كي تي لو Bon, pour moi, la meilleure équipe, c'est Ali Duquerre, hein, qui joue au football, qui est puissante, qui est technique, qui a beaucoup de qualité, parce que bon, ils ont 11 joueurs, et même plus, il y a un banc de touche qui est bien fourni, de très bons joueurs. Je pense que c'est elle qui va gagner, si la logique est respectée. بالنسبة لي يعني أحسن فريق عجبه يعني فريق الأهلي المصري، يمتلك يعني خامات، يمتلك لعيبة محترفين، يمتلك يعني حسن إدارة وحسن يعني تنظيم سواء كان فنيا أو برا. يعني أنا بتوقع أنه الأهلي المصري هو المرشح الأول أنه هو يكسب البطولة العربية. مين من اللاعبين عجبه في الأهلي المصري تحديدا؟ كي الجوار كي البلي بونك هو الأهلي. Bon, le meilleur, c'est le capitaine. Hein. Je pense que c'est un joueur qui peut jouer en Europe, soit en première ou en deuxième division en Europe. Maintenant, bon, je ne sais pas quel âge il a, mais bon, c'est un très très bon joueur. Le capitaine de l'Ahli, Hussam Ghali. Hussam Ghali. Il a fait le joueur qui joue en Europe, il a des capacités, il a des capacités qui lui permettent de jouer en Europe. حسام عنده 34 سنه وما زال بيدي، ودلوقتي النادي الاهلي عايز، ولعب في اوروبا قبل كده، لعب في فاينورد، لعب في توتنهام، لعب في انديه كتيره في اوروبا، لعب في النصر السعودي كمان.
Il a dit il a 34 ans. Il a joué avant en Arabie Saoudite, il a des équipes aussi en Europe. Est-ce qu'il peut donner encore? Bon, je pense qu'en Europe, non, ils ne prendront pas. Hein, à 34 ans, ils ne vont pas prendre un Africain donc un Égyptien. يعني بالطريقة دي يعني عمره 34 سنة يعني صعب إنه هو يعني يلعب في الدوري الأوروبي مثلاً لأن الدوري الأوروبي ده يعتمد على اللعيبة الصغار في السن يعني بس 34 سنة يعني ما بعتقد هل لو عرض عليه حسام غالي إنه يلعب معاه في المريخ هيوافق؟ أكسل دوموند دي بروند حسام غالي بور جوي المريخ أسك تو بروند؟ جو برون توت سويت جو مي افيك مو ما حنتظر ولا دقيقة حشيله معايا طوال هيشيله معايا يعني دييجو مدرب المريخ السوداني راجل مش من البلد دي واللي بيترجم له برضه مش من البلد دي والاجابه واضحه الاهلي الاكثر تنظيما داخل الملعب وخارج الملعب قدر يشمها ثم احسن لاعب في تقدير الكابتن حسام غالي الذي يستطيع ان يخطف الابصار في كل مباراه هامه يشارك فيها ولا يخطئه البصر ولكن مش بس دييجو انا قريت لصالح سدير وشفت له تصريح انه الاهلي احسن فريق وهو المرشح الاول وحسام غالي احسن لاعب اذا المساله لما تتكرر صالح سدير ده كابتن العراق ومهاجمه التاريخي وبرضه لعيب مخضرم 35 سنه او 36 سنه الدنيا مومنت اوف تروث لحظه الحقيقه بالظبط تلاقيها من المنافس تلاقيها من المحايد هتلاقيها كتير النهارده سيبوكوا بقى من الهري والنفسنه احنا بتوع التسعين بعد الفاصل
يلم كورته وادي العرضيه وادي التسديده وجول وميدو جاب. الكابيتانو على الارض صالح جمعه لوليد ازارو، الخطوره من وليد، وادي العرضيه، تعدي المدعم عمرو بركات، بطوله وديه مش ممكن تكون دي بطوله وديه، الفرحه عالميه، الفرحه عربيه، الفرحه اهلاويه لصالح عمرو بركات، لكن اللمسه من عماد متعب، خلص اللقاء بركات، خلص اللقاء بركات. ولو كنا هنفضل نفتش في الذاكره عن كل الاهداف بتاعه الوقت القاتل للاهلي كان ممكن نقضي وقت الحلقه كله ما يكفيش. لا انا كنت عايز اشوف جون بركات بقى. لا كان في جون كتيره بتاع تيجي. 3-3 طيب. كان في جون كتيره تيجي خلتنا نكون احنا بتوع التسعين، واحنا بتوع التسعين ده الاسباب كتيره قوي هنتكلم فيها طبعا، لكن اللي حصل في المباراه الاخيره للاهلي مع النصر حسين داي رسخ هذه المقوله واكد على قيمه قدرة الأهلي على التحدي حتى النفس ما بعد الأخير، حتى يعني النفس الأخير ده خلاص خلصت، ما بعد النفس الأخير. سألنا جماهير الأهلي من قبل ما تسأل جماهير الأهلي فضلوا ناس برضو بمناسبة الهاري وعايزين يعملوها نقوازة، لو الماتش جبت لنا بركات ماشي يا سيدي، النبي يا شوارب انت ماشي يا شوارب. ناس تقول لك ايه يعني الماتش لو 80 دقيقة الأهلي يكسب الماتشات دي كلها هنبقى بتوع ال 80 وهنبقى بتوع ال 60 اللي انتوا عايزينه اللي انتوا عايزينه. قال لك الحل مع الأهلي تخفض زمن المباراة، شيل ال 10 واحد بيقول تشنيعة يعني ما تخلوا الماتش 85 دقيقة هنبقى بتاع الدقيقة 85 ايه المشكلة يا معلم؟ زي ما كانوا يعمل لك القايمة 25 الأهلي ياخد البطولة، طب خليها 20 ياخدوا البطولة، طب خليها 30 ياخدوا البطولة، اعمل إعارة ياخدوا البطولة. طب هنعمل لكم خلوها 15. هو النظام مش علينا وعلى غيرنا. احنا بنوفق أوضاعنا. بالظبط. بنوفق أوضاعنا. السؤال لجماهير الأهلي من خلال صفحة البرنامج أو صفحة القناة على السوشيال ميديا، رأيكم إيه في الدقيقة 90؟ ليه الأهلي بيكسب في الوقت القاتل؟ وتوقعاتكم لمباراة السيمي فاينل للأهلي مع الفيصلي. أحمد فارس قال ملك وكتابة أهم وأقوى برنامج مدافع عن حقوق النادي العظيم، رأيي أن السبب في الدقيقة 90 هو أن المنظومة التي يدير أو تدير النادي الأهلي تقوم على أساس رفض التعادل وعدم القبول بغير البطولات، وكل من ينضم لهذه المنظومة يتمسك أو يعتنق هذه المبادئ. زياد الزوز قال كل ما هو أهلاوي هو عظيم، كل ما هو أهلاوي هو ملك للدقيقة 90، وبيتوقع المباراة الجاية فوز الأهلي 3-0 إن شاء الله. محمد بلال مراد بيقول الأسباب هي روح الفانيلا الحمراء، ودي بتلخص حاجات كتير جدا. بالظبط. نسرين جابر بتقول إن الروح أهم حاجة، وبيتوقع فوز الأهلي إن شاء الله 2-0. دعاء دودي بتقول عشان إحنا الأهلي أعظم نادي في الكون ولاعيبته رجالة مش إيه؟ موظفين يا باش مهندس. ودي ماشية مع إيه؟ الأهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. صحيح. محمد عادل بيقول عشان الحمد لله عندنا لعيبة رجالة وبنلعب لغاية آخر دقيقة مش بنيأس أبدا. وطارق شرف بيتوقع فوز الأهلي على الفيصلي 2-0 بإذن الله. وحسين راشد بيقول إن شاء الله هنكسب الفيصلي 2 أو 3، بس يا رب يلعبوا مش يفضلوا يدافعوا زي الماتش الأولاني. سارة حسين بتقول السر أولا توفيق ربنا ونعم بالله. يا سلام، أنا عاجبني بقى سارة حسين دي قوي. ربنا يديهم على قد تعبهم. ثانيا الروح والعزيمة والإصرار على الفوز. ثالثا وقوف الجمهور وقت المحنة والشدة، عشان كده لم هم بيفرحونا لانهم رجاله، ربنا يقويكم يا رب. اوجزت ساره حسين. طب اوجزت يعني فانجزت. هادي عاطف بيقول اكيد اكيد احنا بتوع 90 بسبب روح الفانيلا الحمراء،
والمتجدد دايما في شخصية والمتجسدة دايما في شخصية القناص عماد متعب ملك بعد الدقيقة 90. هام بيقول شخصية الأهلي للكيان هي السر في رأيه. هموتة ده هموتة بيهزر على نفسه يعني. ده شخصية الكيان بالظبط. ده الرأي بعض حضراتكم في ليه الأهلي ملك الدقيقة 90. مباراة النصر حسين داي، وعايز أقول لكم حسين داي عشان برضو مشيت كده، الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي كانت فيها دولة الدايات والبايات، الباي والداي. الباي والداي في الجزائر كانوا زي الباشا والأفندي في مصر. الألقاب الاجتماعية اللي ليها أسباب سياسية وتراثية شوية. فكان فلان بياخد لقب الداي وفلان الأقل منه بياخد لقب الباي، الباشا والأفندي أو الأمير. فالنصر حسين داي ده داي من الدايات، فأطلق النادي على اسمه النصر حسين داي. حسين داي حسين داي اتسمى على اسمه النادي النصر حسين داي. أيوة. قدم الحقيقة مردود كويس في البطولة العربية، حتى مباراته مع الأهلي كان ند قوي جدا. عكس ده الأداء في الملعب. الكرة الجزائرية يعني شخصيتها واضحة، شخصيتها واضحة، أداء اللعيبة في الملعب، إصرارهم، روحهم، قتالهم، رجولتهم، كلها سمات وخصائص للكرة الجزائرية. البعض تتنرفز منهم شوية علشان أسلوب شمال أفريقيا في إضاعة الوقت وقتل المباراة، بس دي 3-6 دقايق يعني ده أسلوب لازم تتعامل معاه. بمناسبة شمال أفريقيا، لا يفوتنا أن احنا نعزي الأشقاء في المغرب وفاة الكابتن عبد المجيد الدلمي. دلمي واحد من نجوم الكرة المغرب في كأس العالم طبعاً. 86 طبعاً. مع النجوم الكبار بدو زكي وعزيز بودربالة وكل العمالقة بتوع المغرب بتوع 86. صديقك عزيز بودربالة، عزيز بودربالة طبعاً الفنان. صحيح، صوته جميل وبيلعب عود ده عايزين كنا مرة والله نستضيفه كده يعمل معنا أمسية هنا، نيجي نتشرف بيه إن شاء الله. ففوز الأهلي على الحسين داي كان له مردود صحفي كتير الحقيقة. كل الجرايد اهتمت بالانفجار بتاع الدقيقة 90. المصر اليوم قالت الأهلي بلس 90 يهزم حسين داي الجزائري ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية. والأخبار الأهلي المتين ملك 90. الأهرام المسائي كان فيها رسمة، ده الأخبار، دي رسمة الأهرام المسائي، لوحة فنية معبرة جدا للفنان صديق محمد عطية عن خلاصة هذه المسألة في الأهلي بلس 90. نوع من الجرافيك يعني. بالظبط. الموقع في الجول قال بطريقته البلس 90 المعتادة، الأهلي يقتل حسين داي ويطير لنصف نهائي البطولة العربية. بس الصورة دي بقى شوف بقى، عارف فاكر البيضة واللي اكلها واللي قشرها واللي فهو كاتب لك ايه؟ متعب قشرها، بركات خلصها، والله عليك يا احمر فرحتنا، قهر مش عارف ايه، يعني عامل لها نوع من الايه؟ الحوار المعلومات خلال الصورة. بالظبط. الاهلي دوت كوم، نصر حسين داي يتذوق التسعين، الأهلي يهزم ممثل الجزائر بهدف قاتل ويتأهل لنصف النهائي. ويورو سبورت قالت أهلي 90 يدمر حسين داي بهدف مجنون ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية. أخبار الرياضة، الأهلي حالة يصنعها الرجالة. حلوة دي. حلوة. حلوة للأخبار الرياضة. بس شوف الشروق الجزائرية بقى. الشروق الجزائرية، الأهلي المصري قلب الطاولة على الممثل الجزائري، إقصاء ساذج للنصروية أو للنصرية من بطولة العرب. دي كانت عناوين الصحف وبعض المواقع عن أهل التسعين. نشوف بعض التحليلات. المحللين كلهم ركزوا كتير على قدرة الأهلي على التفوق في اللحظات الأخيرة. نشوف في البداية الشيخ طه اسماعيل في اون سبورت عن فوز الاهلي على نصر حسين داي.
النادي الاهلي عمل شوط رائع جدا، يمكن من البدايه باين التصويبات كله نازل شوط من اول ما نزل كفكر ان انا عايز اجيب جول، دي حاجه. حاجه تانية بقى النادي الاهلي ابتدى يهاجم من كل الاركان، بيهاجم من الجناب، شفنا الباكات اللي بتكمل والناس التانية داخله من النص، فبقى في زحمه في نص في قدام في عمق الملعب، علاوه على الباكات اللي بتكمل باسم من ناحيه وحسين السيد من ناحيه، وده اللي عمل كثافه كبيره جدا. لو نشوف كثافه كبيره جدا اللي عاملين النور ده عمرو بركات من المهاجمين، عمرو بركات لما نزل ده التغييرات برضه. انما المهم كمان النادي الاهلي طبعا في خطا في التمرير اتسجل منه هدف، انما استطاع النادي الاهلي فعلا يعمل كامباك بعد ما جه الهدف ده، الهدف بتاع اخر واحده شوف اتنقلت من عرضيه من وليد من الناحيه الثانيه وعماد عملها بكعب خلص الكوره تماما لعمرو بركات وسجل منها في اوقات حاسمه، دي الاوقات اللي النادي الاهلي بيسجل منها. فعشان كده انا بقول التغييرات اللي عملها حسام بدري تغييرات محتاج الفوز عشان يتاهل للدور الثاني بالظبط، تغييرات رائعه جدا. ومسليمة مية يعني اسلام محارب نزل برضه عمل جهد كبير ولد كويس، عماد متعب لما نزل عماد متعب في ال 18 خطير جدا، خاصه النادي الاهلي كان في ال 18 طول الشوط الثاني في ال 18 وهو هو لعيب في ال 18 مش يجري من بره ولا يروح ولا هو في ال 18 ولذلك هو ما عملش حاجه غير لمسه سحريه جدا لانه خلص الكوره تماما لعمرو بركات اللي سجل منها، ودي برضه لمسه تحسب له لان ده الهدف ممكن يحسب له. جماهير حاجه رائعه جدا وبرضه عملت فجرت كل طاقات لعيبه النادي الاهلي وكنا سامعينها دي لها فعل السحر لدى اللاعبين، اول مره نسمع السنه دي هذه الجماهير بهذا الشكل لما بيجي الجول بترج الملعب. فطبعا الحقيقه ان فوز جميل جدا للنادي الاهلي ودخل البطوله من اوسع ابوابها دلوقتي. الشيخ طه لخص مجموعه من الاسباب وتوجها بالحضور الجماهيري اللي ادى الطعم الجميل والنكهه الجميله للفوز ومبارياته، كان احد العوامل المؤثره، وطبعا خبره عماد متعب والشكل الهجومي. وهو قال تعليق ذكي جدا يا جماعه، قال ليه حسام نازل عماد متعب؟ العمليه ما فيهاش ارضاء ولا مصالحه، لا، قال لك عماد لعيب 18 والاهلي في ال 18 خلال الفتره التلت ساعه اللي لعبها عماد او ال 25 دقيقه كان الاهلي باستمرار في ال 18، فهو كان مناسب لهذه اللحظة بخبرته، استطاع أن يساعد في حسم المباراة والهدف الجميل. ولكن أنا بحب قوي الحقيقة يعني كابتن أحمد حسام لما يتكلم في الكورة ويركز في الكورة. يا ريت يا كابتن حسام خلينا في الكورة بتبقى ممتع جدا. كابتن أحمد حسام ميدو قال إيه عن هذه المباراة؟ الاهلي كان كويس جدا، فرقه نصر حسين داي بدات المباراه بشكل جيد، وكان باين الجيم بلان بتاع المدرب بتاعه ان هو عايز يمنع الاهلي ان هو يلعب الجيم بتاعه، كان بيخليهم يبداوا قافل لهم لعمق الملعب وخليهم يبداوا الهجمه لبره، وفعلا اشتغلوا كويس جدا، ولكن الاهلي كان افضل ووصل للجول وما استغلش الفرص اللي اتيحت ليه بشكل جيد. الشوط الثاني الماتش كان فيه تكتيك عالي جدا ولازم نتكلم على النقطه دي. عايز اتكلم على تدخلات حسام البدري في الشوط الثاني. حسام البدري اول حاجه عمل تغييره لعيب بلعيب راس براس اللي هي نزول اسلام محارب مكان حمودي، وده اسمه ريفريشمنت ان هو راجل بيحاول يحط دم جديد. التغييره الثانيه كان فيها ذكاء كبير جدا احنا كنا اتكلمنا عليها وكابتن علي اتكلم عليها بين الشوطين، وهي خروج اكرم توفيق وصالح جمعه سقط على الدايره جنب حسام، وابتدى يبقى فيه بدل ما فيه لعيب كوره واحد بس اثنين لعيب الكوره، يعني بدل ما في بلاي ميكر واحد بس بيلاعبني بقوا اثنين واشتغلوا هم وابتدت ان الكره تشتغل كويس جدا. التغيير الثالث وهو في ريسك كبير جدا من حسام البدري، وهو ان حسين السيد يخرج، اسلام محارب راح باك شمال، وعمرو بركات نزل عشان يبقى عنده اكسترا بادي في الثلث الاخير من الملعب. فالنهارده لما تيجي تقيم حسام البدري، حسام البدري اتخذ كل الخطوات والقرارات والريسك والمخاطره اللي اي مدرب فاهم لازم ياخدها. خلاص الباقي بقى ايه؟ بتاع اللعيبه، انتوا انا خدت كل القرارات وعملت كل حاجه. يعني خلي بالك التغييره بتاعت اسلام محارب ان هو يلعب باك ليفت تغييره مش سهله على مدرب، صعب. يعني برضو كثره عدد لعيبه الكوره الماتشات المقفوله قوي لما بيبقى المهرجيه كتار في الملعب بيبقى في فرصه للحلول الفرديه. طبعا بجانب الامتاع لما يبقى في حسام غالي وعماد متعب ويضاف لهم صالح جمعه بقوته وبمهارته وعمرو بركات مع كل اللعيبه، بس العناصر المميزه مهاريا هي دايما اللي بتمتلك هذه الحلول الفرديه في الاوقات الصعبه جدا. كل فريق بيتميز بقدر عدد
حرفت الكرة اللي موجودين في الأهلي. يعني بص يا أستاذ إبراهيم، متعب في ال 18 بخبراته، خلاص، وراح سامغالي وصالح جمعة بالظبط، وبعدين الاثنين القادمون من الخلف اللي عندهم مهارة التصويب من الثبات ومن الحركة وكرة تحت رجلهم، عمرو بركات وإسلام محارب. وإسلام محارب ده انت ما تكلمتش لا على احمد الشيخ لسه واحمد حمودي و... انا بكلمك على المباراه دي وليد سليمان بإذن ما شاء الله يعني. ما شاء الله. انا بقول لك انا اهلي مش محتاج غير مكان احمد حجازي تجيب واحد سرد باك تدعيم الدفاع، انما انا بكلمك الفكر انت بتعمل عليك بتجتهد والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الكوره الجون اللي جابه عمرو بركات هو في كلام بالظبط يا عماد، تملي الراجل ده هيبقى ساقط وراكه شويه يا ازارو، الراجل ده هيبقى ساقط وراكه هو اسلام محارب، الكره ترجع لورا حضره. ترجع لورا. فلقت عمرو بركات رغم انه اشول كان يستطيع ان هو يخطفها بلمسه واحده ممكن ترتطم، لكن هيقها على اليمين. اذا الراجل ده بيشوط شمال ويمين وعنده فكره الهدوء انه يقدر ياخد قرار شوية. يعني سند الكوره ولعبها ما لعبهاش مره واحده. طيب في قناه ابو ظبي الرياضيه نشوف بقى رؤيتهم للمباراه، كابتن خالد بيومي كيف راى فوز الاهلي. بدايه مختلفه كابتن خالد للشوط الثاني، الاختلاف ما هي مسبباته؟ انت سالت على المتغيرات. التغير الاول اللي هو التحول الهجومي بالنسبه للنادي الاهلي بطرفين ملعب وسعيد موسعين الملعب خالص عشان يفكوا التكتل الدفاع بتاع فريق النصر حسين داي. اثنين ادوار لاكرم توفيق ان هو دور صانع اللعب زاد مع حسام غالي، لان فريق النصر حسين داي بتلعب على هجمه مرتده فقط لا غير، فمش محتاجين كل اللعيبه او الكثافه الدفاعيه اللي موجوده لتحت. دي طريق ان هنا باسم علي موجود، ده ما كانش موجود خالص في الشوط الاول، طالع لغايه اخر خط الكورنر، احنا عاملين اهم العرضيه، في كثافه موجوده بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، وليد ازارو، صالح جمعه، جونور اجاي، الكوره هنا هتقطع تاني، هتروح هتبص تلاقي في الطرف التاني على طول موجود عندك حسين السيد، ده ما كانش موجود خالص، توسيع الملعب، تبرير الكوره اكتر وقت عشان يفكوا الكثافه الدفاعيه بالنسبه للنصر حسين داي. احنا شفنا في اخر المباراه الاهلي بيلعب 3 2 5 الخمسه اماميين في الشكل الهجومي، واثنين لعيبه ارتكاز اسلام حارب كان بيزن اسلام محارب ونيجا ناحيه الشمال او يلعب لاعب ارتكاز، وكان بيبقى معاه حسام غالي وثلاث لاعبين مدافعين، اوقات كنا بنلاقي محمد نجيم كمان في الناحيه القدام، فتغيير التكتيك ده اربك كتير جدا فرقه النصر حسين داي، مع ان النصر عمل الهجمه المرتده وده كان دوره في الشوط الثاني اللعب على الهجمه المرتده. تعديل الطريقه في بدايه اللقاء بالنسبه للنادي الاهلي بعد نزول متعب الى 4-3-1-2 وبعد كده 4-3-3 فلات، اعتقد ان ده كان برضو امر جيد جدا للنادي الاهلي انه يكثف اكتر يتعب اكتر فرقه النصر، يخلي فيه كثافه هجوميه بالنسبه للنادي الاهلي، ونجح كمان انه يزود من طرفين الملعب. خالد بيومي وراجل مثقف ويجيد قراءه الملعب، واتكلم عن نواحي التكتيكيه اللي ما خرجتش عن اللي سمعناه طبعا لان كانت مساله واضحه، ولكن تعالوا نشوف بقى منذر عبد الله الاهلي في عيون اشقاء. رده الفعل حتى ما قبل الهدف كانت واضحه بالنسبه للفريق الاهلي كابتن منذر. صحيح، احنا طبعا الفريق كان يعني انا اللي عجبني في النادي الاهلي ان بعد الهدف كان تركيزهم اكبر، يعني انا توقعت ان الهدف هذا راح ياثر عليهم بشكل كبير، لكن التركيز بدا وين؟ بعد ما سجل حسين داي الهدف، شفنا ان فريق الاهلي كان في تركيز، كان في اصرار، ايضا ساعد من بعض الشيء ان فريق حسين داي ما قدر يعني بدنيا يقوم بنفس الدور اللي شفناه في الشوط الاول. وهذا اللي تحدثنا عنه بين الشوطين. صحيح، يعني نزل الحاله البدنيه للفريق وشفنا اكثر من لاعب كان يعاني من الشد، وهذا خلى مع الضغط طبعا مع ضغط فريق النادي الاهلي مع كثافه اللاعبين في الهجوم مع تغيير بعض المراكز للاعبين، هذا خلى فريق نادي حسين داي مثل ما تقول يستسلم نوعا ما لهذا الهجوم وكنا ننتظر ان الاهداف راح تجي، يعني اكيد راح تجي من خلال الضغط هذا اللي شفناه. البطوله شهدت تحرير شهاده ميلاد وليد ازارو، يجي لعيب مغربي يستخدمه الاهلي ممكن قبل ما تنقل النقله دي لان هو نبهني لحاجه تضاف الى تفسير الدقيقه 90. قال لك هبوط الاداء البدني لحسين نصر
لماذا لم يقابلها هبوط في الأداء البدني النادي الأهلي؟ النادي الأهلي دائما في الماتشات الصعبة تجده أنه مجهوده بيزيد أكثر فوقان من المنافس وهو بالزبط. اللي ضغطه ها؟ ده دليل تفوق بدني. إذن العامل البدني في النادي الأهلي أحد هذه الأسرار. هو هي ديت فعلا الأهلي ما معهوش كيمياء ولا معاه رشة سحر بيعملها في الدقيقة 90، بس هو منطقيا الأهلي بشخصية البطل مع مرور الوقت مجهوده البدني بيزيد، تركيزه بيعلى أكتر، شغل أدرينالين وعوامل بالزبط. نفسية خلاص بطل. هي دي شخصية البطل في المقابل الخصم المسكين ما بيستحملش كل الضغط ده، فبتبقى مرهونة بلحظة هتحصل غلطة لانه الضغط يولد طبعا احيانا ما بتحصلش، لكن انت بتلعب على دي. احيانا انت دايما بتضغط على انه الوقت في صالحك، تركيزك اعلى، والخصم الى حد كبير خلاص هو ركز معاك 90 دقيقه مشغول بامتى الحكم هيصفر، ففي ثانيه بيحصل الخطا الفردي او يحصل التفوق الفردي من قبل لاعب من الاهلي، يكون متعب، يكون بركات، يكون اي حد في اللي قبل كده ابو تريكه، في لحظه اقتناص لحظة الخطأ من المنافس، هو ده الضغط وهي دي شخصية البطل، وهو ده الثقة في انك انت طالما بتبذل كل اللي عليك في لحظة ما لو ربنا رايد لك هيكافئك. يعني دي فكرة روح الفانيلا الحمراء والقتال حتى النفس ما بعد الاخير. لكن كنت بقول لكم وليد ازارو لعيب مغربي هيكون له بإذن الله تعالى بصمة كبيرة قوي في الكرة الأهلوية. نشوف علي ماهر احد نجوم الاهلي السابقين شاف وليد ازارو وبدايته ازاي. عايز اتكلم بس على وليد ازارو ده، احنا يعني النادي الاهلي كسب فرود كبير، يعني بقالنا كتير جدا ما شفناش الفرود يا كابتن سيف، اللي هو ياخد ان هو يبقى ظهره للجون وفي ثانيه يلف، في لحظه يلف يبقى وشه الناحيه الثانيه في ثانيه، فدي ما كناش بنشوفها. فانا شايف ان الولد ده لو جاب يعني لو وليد جاب جون ايه صغير برافو عليك، 20 او 22 سنه فلا صغير. وبعدين منتخب مغرب حاجه مش سهله كده، يعني براند، انت جايب لعيب فرويد براند، يعني حاجه يعني اعلى حاجه، ان دايما اللعيب لما بيلعب منتخب، المغرب منتخب قوي جدا ومنتخب يعني جام مش اي حد يكون بيلعب فيه. فانا شايف ان هو فيرود النادي الاهلي كسب فيرود بجد، يعني مع احترامي ولا كلوبالي ولا مش يعني كان كويس، الناس كانت مبسوطه بالكلوبالي عشان كان بيجيب اجوان بدماغه، لكن لا وكلوبالي قعد قد ايه اتضبط بالظبط، قعد فتره ده من اول ماتشين بان بالظبط كده. وبعدين دايما انا دي بقى النقطه كانت المهمه، ان دايما لما اجي اجيب لعيب النادي الاهلي او نادي الزمالك، لما اجي اجيب لعيب هو ده المشكله اللي دايما النادي الاهلي بيقابلها ونادي الزمالك، لما اجيب لعيب اجيبه ان هو يلعب هيبقى جامد على الترجي، هيبقى جامد، هيجيب لي جون مع في 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 افريقيا، هو ده الفيرود اللي انا اجيبه، اللي انا ما اجيبش مقيس اللعيب على الدوري المصري، لانك انت بتلعب افريقيا انت هتيجي تتصدم. يعني كلوبالي كان ماشي كويس، كان بيجيب جون في الدوري جامد جدا، الماتشين اللي لعبهم في افريقيا ما جابش ولا جون في الماتشين بتوع افريقيا، فهو ده انا اقيس اللعيب دايما، لما اجي اجيب اللعيب اقيسه على افريقيا. انا عايز اعلق على موضوع وليد ازارو ده، لان في خضم واحنا بنتكلم على اللعيب الافريقي اللي هيجي النادي الاهلي، برز فجاه اسم وليد ازارو. كان في تخوف، مين وليد ازارو؟ ما سمعناش عن هداف اسمه وليد ازارو، وكان تركيز الناس كلها على الافارقه المميزين جدا الحقيقه، في اربع خمس افارقه في الدوري المصري كانوا واضحين جدا، اجسام وقوه بدنيه وتهديف. طب هو ليه الاهلي ما راحش ناحيه واحد زي دول؟ كابتن علي ماهر بيلفت النظر الى القيمه التكتيكيه لوليد ازارو عن هؤلاء اللاعبين، هؤلاء اللاعبين بتوع اللمسه الاخيره، لكن ما يلعبوش فرقه، ما يضغطوش على خصم، ما يشكلوش فريق منظم، واخد بالك؟ فانت لما بتجيب اللعيبه دي بتخاطر، اذا ما وجدوش المساحات ربما لا يتالقوا مع الاهلي، ودي فسرت كونان وغير كونان وحاجات كتيرة من اللي جت من الأفارقة وما تألقوش. اللي تألقوا مين؟ فيليكس لاعب تكتيكي حاجة كده، فلافيو حتى في السنة اللي أخفق فيها وأحرز هدف وحيد كان لاعب تكتيكي زيه زي أزارو كده، تديله في أي مكان على الأطراف يلف ويلعب ويسند اللي جاي متحرك متحرك. إذن
كابتن عماري قال لك انت جايب لاعب براند، براند ماركه يعني مش ماركه اسمه يعني حاجه هي ليها تفسير في الجون قوي، لكن هو مميز، هو علامة. مصنف علامة. براند يعني له تصنيف بالظبط، ويقدر هذا النوع من اللعيبه هو ده اللي يقدر يلعب في افريقيا مش اللي هيت الران اللي يجري ولمس بذكاء كده. هو ليه كولوبالي ما تألقش في افريقيا؟ لان القوه مع القوه والكلام ده المنتاليتي قليل شويه تتلاشى. اذا وليد ازارو هو لاعب يحتاجه الاهلي وباذن الله، وانا قلت لك هو فيه مواصفات من مروان محسن، بس يمكن سنه اصغر شويه، مش مصاب، ربنا يحميه، ونقدر نشوف تنافس. ولكن هنخش بقى مين المتميز يعني واحنا بنتفرج ممكن نختلف، مين ابرز لعيبه الاهلي في الثلاث ماتشات؟ ناس هتختار صالح جمعه، ناس هتختار حسام غالي، ناس هتختار وليد ازارو، ناس هتشوف مثلا اكرم توفيق، كل العناصر حتى اللي ظهرت اكيد هنختلف. طب ما نشوف الشيخ طه رايه في مين ابرز لعيب الاهلي في هذه البطوله حتى الان. من المكاسب الكبيره في هذه المباراه اكرم توفيق ولد كويس قوي، ممكن يغلط ولا في تمريره ولا كذا، لكن النهارده لعيب جيد، مكسب لفريق النادي الاهلي في نص الملعب. عمرو بركات نزل في بعض الاوقات ربع ساعه في كل ماتش وسجل فيها ربعين، سجل فيهم هدفين. هو يمتاز بالشوط كويس برجله الشمال اساسا، لكن حتى يعني الجول النهارده اللي جابه برجله اليمين. بس هو الوحده بدا اساسي يا كابتن. نعم؟ ماتش الوحده اللي فات بدا اساسي. لكن عنصر جيد جدا، لان برضو ده من العناصر الحاسمه، اللي بيشوط كويس مهاره التصويب مهاره حاسمه ممكن تكسبك. حسين السيد لعيب جيد جدا باك شمال، انا مقتنع بيه 100%، لعيب خفيف الحركه وبعدين عصري، بيفوت ويعمل كروسز كويسه، بيدافع كويس، محتاج ياخد برضه سريع وخفيف، لازم ياخد، وده المستقبل. انا برضو يعني لازم افكر اللي موجود مين في الباك شمال، يعني صبري موجود وحسين علي وحسين. وبعدين صبر رحيل برضو، اما اشوف الاعمار الاقي انه حسين السيد هو الاصغر، هو اللي قدامه الفرصه. النهارده انا كسبت في الماتشات اللي فاتت، كسبت باسم بشكل على لعيب رائع جدا، وبعدين بيروح قاطع من داخل تتلميل، وخد اثنين بينالتي في ماتش سابق، ولعيب الحقيقه مفيد جدا. حمودي برضو لعيب رائع جدا وعامل ماتشات كويسه الاخيره ديت بشكل. صالح جمعه النهارده برضه عامل شغل كويس جدا. صالح من نوع الدريبلر كويس وسريع، بيمسك كوره وعايز يفوت من واحد واثنين وثلاثه، فهو نوعيه مختلفه شويه. طيب، والتحليل وجهات نظر حوار اخر، لانه فكره الاهلي من المشاركه في البطوله العربيه من البدايه اعتقد اتكلمنا فيها انها على الاقل فرصه لاتاحه الفرصه، وهنا في البرنامج وقلنا يا ريت يلعبوها بالمنطق ده. ايوه، هيكسبوا لعيبه جديده وممكن توصل تلاقي نفسك بتنافس، لان انت ما بيجيب لعيبه ما بتجيبش لعيبه وحشه، انت بتجيب لعيبه كويسه محتاجه خبرات. والحقيقه الجهاز الفني تعامل حتى الان في هذه النقطة بشكل جيد يعني. لكن الكابتن علاء نبيل له رأي مختلف عن توقيت إشراك وليد أزارو، كان لازم يلعب ولا لا؟ نشوف الكابتن علاء نبيل. يعني بتلعب أزارو الجديد اللي هو اللعيب المغربي ده بقى استفهام بقى فعلا، مش عليه أداؤه فنيا. أول مرة النادي الأهلي ما يقدمش لعيب لجمهوره في التوقيت المناسب. أول مرة ما يقدمش النادي الأهلي لعيب لجمهوره في التوقيت المناسب. يعني أزارو ده لعيب كويس قوي، كان لازم وقت أحسن من كده يتقدم فيه اللاعب ده لجمهور النادي الأهلي. حتى اللي هو جاهز بدنيا وفنيا كابتن؟ مش دي البطولة، مش دي، ما تلعبوش مع مجموعة جديدة لسه يعني ما لعبتش نسبة كبيرة من مباريات الدوري، وفي لعيبة أنت حاططها تحت الاختبار بتشوفهم في البطولة دي عملوا إيه، ونازل لعيب جايبه باسمه بسعر غالي اللي انا انزله في توقيت زي ده واقدمه لجمهور النادي الاهلي. كابتن بس ده لعيب محترف، ده لعيب دولي. معلش، عندنا برضو جمهور عنده البدايه مهمه جدا، لما بيحكم على لعيب شوف جمهور النادي الاهلي كله يمكن يتفق معايا كابتن عمر كابتن عمرو، كانوا كلهم مستنيين كولوبالي. ده فين كولوبالي؟ قعدنا فين كولوبالي؟ فين كولوبالي لغايه لما نزل؟
نزل في توقيت كويس. فانا اعتقد ان التوقيت ما خدموش التوقيت في وجهه نظر التوقيت ما خدمش اللاعب ده في التقديم لجمهور النادي الاهلي. بس كابتن انت بتتكلم على لعيب بمليون ونص دولار، يعني المفروض ان ده يبقى لعيب الكل في الكل، يعني ده لعيب كبير. بس عشان احكم عشان ما اخسرش هذا اللاعب لازم العبه في وسط المجموعه الاساسيه اللي انت بتعتمد عليها اللي هم الخبره. واضح ان راي الكابتن علاء نبيل كان على المباراه الاولى في اول مباراه، فكان شايف الاهلي، يعني كان هو حاسس ان الاهلي مش هيكمل، فقال لك انه ممكن يتحرق مع هذه الفرصه مع المجموعه اللي لعبت. هنا بيغيب عن الكابتن علاء، هي دي المشكله اللي بينصهر في الاهلي ويعيش فيه ويخرج منه، يشعر بشخصيه الاهلي وشخصيه البطل. فهو انت جايب لعيب الاستاذ احمد جمال عمال يقول له ده لعيب محترف وده لعيب جاي جاهز، ده لعيب مدفوع فيه كذا. غير كولوبالي كان غامض، عنده غموض. لما كابتن علي ماهر بيقول ده لعيب براند، انت مش جايبه تقيمه، وهو لو بطوله رسميه لا ممكن اوافق الكابتن علاء نبيل فيها، لكن البطولة العربية أولا وأخيرا مش هتبقى، يعني إحنا لو كسبنا البطولة دي هتعيدنا إلى صدارة التصنيف الدولي؟ يا ريت لو كده ممكن أتفق معاه، لكن إحنا حددنا أهدافنا من هذه البطولة، عايزين نشوف البدلاء، عايزين نشارك في هذا العرس. وربما كان لأن وليد أزارو لاعب عربي فرص التأقلم بتاعته غير الأفارقة مع اللعيبة مع المناخ مع انت متابعه مش من فيديو، انت انسجامه جه سريع، هو فاجئنا احنا لكن واضح ان الجهاز الفني ما تفاجئش بيه لانه الجهاز الفني هو اللي رشحه وهو اللي فاجئنا بيه. يعني الجهاز الفني جاي مكون فكرته عنه وعارف قدراته وعارف ان هو محتاج لأزاره عشان يسند المجموعة دي. طب انا اعتقد النهاردة لو سألت الكابتن علاء نبيل بقى هيغير رأيه، يعني هيغير رأيه، هيشوف ان كيف افاد واستفاد وليد أزارو من هذه الفرصه وكيف افاد النادي الاهلي. هيشعر ان الفريق نضج معاه ومع ماتش عن ماتش كان يتقدم، ولكن احنا مش عايزين نفرط في الكلام عن قدرات وزير وليد أزارو. ليه؟ لسه عنده كتير. لا انت لسه داخل على ماتش بكره وماتش اذا ربنا وفقك فيه فاينل والنتيجه دايما عند الجماهير مؤثره. ايوه فخلينا خلاص، احنا قلنا اللعيب ده يملك شيء ويملك شيء تكتيكي احنا محتاجينه. نرجو التوفيق ويا رب يهدف ويسجل عشان تكتمل الصوره بتاعته، لانه لعيب فعلا انا ما خدتش بالي منه برضه اول ماتش قوي، لكن من الماتش التالي والماتش الاخير ده تحديدا بدا يقول الله هو راجل. لا انت لو في انصاف الراجل ده له 3 ضربات جزاء لو في انصاف. طيب في هذه المباراه للاهلي مع النصر حسين دايت حسبت الاهلي ضربه جزاء. سمعت صديقي العزيز احمد الخضري رئيس منظومه نادي الزمالك الاعلاميه، وهو صديق عزيز وجار عزيز الحقيقه، عنده غمز ولمزه على ضربه الجزاء. يعني شفته مع عمرو عبد الحق وعلى عزت يقول لك طب وضربه الجزاء، طب وضربة الجزاء، طب ما نشوف رأي التحكيم في الهري ده ايه؟ بعيدا عن أي غمزة أو لمزة أو محاولة الإيحاء بأنه الأهلي اتجامل في ضربة الجزاء، هل الأهلي في مباراة النصر حسين ضاي اتجامل في ضربة جزاء ولا لأ؟ نشوف هذه الجولة في تحليل خبراء التحكيم على قناة أبو ظبي الرياضية البداية. الحالة الأولى في المباراة. لاحظ الحكم الآن، الحكم هناك قاعد يحذر اللاعبين، يقول للمدافع إذا مسك بحسب عليك بلنتي، وإذا على المهاجم بحسب. نفس اللاعب اللي تم الحديث معه هو اللي ارتكب مخالفة، لابد على الحكم. لاحظ الآن مكان تمركز الحكم، مكان مثالي، كان يقدر الحكم يحتسب ركلة جزاء، كان يقدر يركز على اللاعبين اللي أنت اوريدي كلمتهم. لاحظ مسك مع استمرار في عملية المسك، هني كان المفروض على الحكم ان يحتسب ركله جزاء لصالح فريق. لاحظ اللاعب نفس اللي تم الحديث له، لاحظ استمراريه الكره في اللعب. الان لاحظ مسك مع استمراريه عمليه المسك والكره كانت في اللعب،
يجب على الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح فريق الأهلي المصري. الحالة اللي بعدها ركلة جزاء لصالح، طبعا تمركز يمكن المثالي للحكم اللي ساعده في اتخاذ القرار، ولكن لاحظ الآن شوف التمركز الآن، هذا الركل، لاحظ الركل بالرجل دايرك مباشرة على ركبة وقدم لاعب فريق الأهلي من الخلف، وركلة الجزاء سليم اللي تم احتسابها. أيضا هناك إعادات توضح لنا، لاحظ الآن لاعب الأهلي خذ الكرة، لاعب فريق اللي هو نصر حسين داي مباشرة على قدم اللاعب، إهمال لا تستحق، لا تستحق بطاقة صفراء، ولكن فقط لاحظ هذا، هاي هي ركلة الجزاء الآن، وقرار كان الحكم سليم باحتساب ركلة جزاء لصالح فريق النادي الأهلي. الحالة اللي بعدها الآن لاحظ الحكم احتسب الخطأ خارج منطقة الجزاء، رجع لي الحالة. خلنا نتكلم عن المسك، المسك دائما عند الانتهاء من عملية المسك، مو من بداية المسك. الآن عملية المسك وين انتهت؟ لاحظ مش مش مش، الآن انتهت عملية المسك، عملية المسك انتهت داخل منطقة الجزاء، الحكم احتسب الخطأ خارج منطقة الجزاء. خلنا نشوف عملية المسك داخل ولا برا، لاحظ مش الحالة الآن استمرارية مسك، لين حين اللاعب لاحظ ماسك ماسك بالفالينة لين ما ضرب الكرة براسه، معناته مترين اللاعب كان داخل منطقة الجزاء، الحكم حسب القرار خارج في عملية المسك عند الانتهاء من المسك وليس في بداية المسك. لاحظني لا زال اللاعب مستمر في عملية المسك، كان لابد على الحكم أن يحتسب ركلة جزاء لصالح فريق الأهلي المصري وليس خطأ خارج منطقة الجزاء، فقط الاحتساب خارج منطقة الجزاء إذا كان هناك دفع أو ركل أو أي خطأ غير المسك، المسك عند الانتهاء من المسك. لاحظ قرار كان غير صحيح بالحكم، يجب عليه احتساب ركلة جزاء لصالح فريق الأهلي المصري. طيب الرجل ده مش من بلدنا، ايوه، ثلاث ضربات، انا قلت لكم من قبل ما اشوفه ثلاث ضربات جزاء بخلاف اللي اتحسبت، ده في واحده في الشوط الاولاني لا اللي هو سجلها أسأل انا بقول لك انا رايي، ايوه، بخلاف واحده في الشوط الاولاني. تعالى بقى نشوف اول ضربه هو علق عليها، الضربه الاولانيه دي فيها ثلاث ضربات جزاء، يعني مش عايز تحسب على ده تحسب على ده، ثلاثة مسكين، بس في واحد منهم فكرني بكرم جابر في دورة أتينا لما خد المدرب بتاعه ولف بيه، ده خد الراجل ولف بيه، يعني حاجة مش ممكن ما تتحسبش. التالتة بقى الأخيرة اللي آخر ضربة دي مضحكة جدا، ليه؟ الأول هو مسكه، ده مش مسكه، ده اعتقله ماسكه وضاغط عليه في الارض واتك عليه عشان يلعب الكوره، يعني هو لما لعب الكوره المدافع لعبها من جوه ال 18، ايوه، مش حد زميله اللي لعبها، ده عارف نطه الانجليز زمان انك تحط ايدك على ظهر الراجل وتنط، ده ما حطش ايده، ده ماسكه بايد وضغط عليه عشان يوصل للكوره ولعبها، يعني شيء. والعزيز احمد الخضري يغمز ويلمز، يسيب كل ده ويتكلم يغمز ويلمز يا احمد يا جميل، مش ممكن. فده وضع التحكيم قارس قوي على النادي الاهلي في البطوله دي، فلما يديك حقك يبقى غريبه، يديك جزء من حقك يبقى غريب. انت عارف ان الفاول بيقول لك بص الدفع القدم ده رجل بين الرجلين ودفع بالايد الشمال، يعني انت حاطط ايدك كده وزائق كده، يعني فاول مركب بيدو رجل، ايده رجل، فاول مركب. نشوف الكابتن احمد الشناوي. هنا بقى بنالتي واضح جدا، بص يا كابتن، ركله جزاء واضحه، ده اللي انا عايز اقوله يا كابتن بقى يا كابتن ميدو. بص يا كابتن ميدو، لو الحكم ده في الشوط الاول لو كان حسب دي ما كانش هو بقى عليه صعوبة وضغوطات في احتساب الشوط الثاني والحاجات دي. خطأ واضح ما فيش محتاج حاجة.
مش محتاج ان هو حاجه واحد بيمسك واحد بيشده بالطريقه دي والكره في اللعب. يمكن في واحد كمان ماسك حسام غالي انها مش بنفس الطريقه. نيجي هنا طبعا ركله الجزاء هو الحكم مكان ما يسمحلوش، ولكن تعالوا بصوا بقى هنا انا بوقف شوف الرجل بتاعت لاعب الجزائري داخله. بص يا كابتن ميدو معايا بس رجليه داخله قدام اللعيب اللي احنا الصوره اللي موضحه لنا ان رجل دخلت على رجل الايد مش موجوده. انا وانت كنا قاعدين في الاوضه كنا فعلا مش شايفين ايد، لكن هنا بقت رجل انا ما شفتها. فالرجل هنا مفيش شك ان هي عاقت، لكن انا عايزه الحكم كمنه كان جاي من بعيد قناعه القرار ما كانتش موجوده لدى لاعبي الجزائر. فطبعا قال هنا طبعا الخطا موجود انه حط رجله قدامه فتعطوه. هشوف بص الرجل يا كابتن ممكن اقول لك حاجه بقى يا كابتن؟ انا هنا في رايي يا كابتن علي ان المدافع سهل المهمه على الحكم. انت النهارده في تهور اهي، بس هو اللعيب اللي بتاع النصر حسين ضاي بصوا من الهوا ومسكه ودخل بيه فضل ماسكه لما دخل بيه منطقه الجزاء. طبقا للقانون هنا الحكم يحتسب الخطا من مكان ما صفر، مكان ما تم اخر فيه مسك بره، لا جوه بقى مش فضل ماسكه لما دخل بيه جوه، يبقى المسك بيبقى ركله جزاء، الحكم خدها طلعها بره. ده قانون. انا هو الحكم حسبها من بره يا كابتن، انا ماسكك كده وقلت ماسكك لما دخلت بيك جوه منطقه الجزاء. الحكم بيصفر بالظبط، يمكن الكابتن ميدو قال مثل كويس اللي هو كره حسام في ماتش اسبانيا. استمرار هولندا اصفر من مكان هولندا من مكان ما انتهى المسك. واعتقد الكلمه الاخيره للكابتن احمد الشناوي مهمه جدا، لانه حتى المحلل التحكيم اللي ابو ظبي الرياضيه نفس الحكايه، لو في الخطا تم ارتكابه واستمر بتحتسب من نهايته، لانه حتى احمد الشناوي فكرنا بضربه الجزاء الشهيره اوعى تنسوا جون مجد عبد الغني اللي اتحسبت لحسام حسن في مباراه ايطاليا، وازاي الشد كان من بره بس كمل معاه لجوه فاتحسبت ضربه جزاء اللي حصل مع الاهلي. نفس اللي قاله الكابتن الشناوي سمعتوه في استوديو قناه ابو ظبي، ثلاث ضربات جزاء اتحسبت منهم واحده، الكل مجمع على صحتها. كمان فيها كابتن ابراهيم بنلعب الاهلي سموحه والكابتن وائل جمعه عمل فاول من بره بالظبط، وهو بيقع رجله كانت جوه ففضلت متشنكله في ايد في رجل الراجل فاتحسبت جوه فاتحسبت من جوه والكابتن وائل وقع بره. هو يعني الـ الامتعاض الانتقائي ايوه هي دي مشكله. انت ما حطيتش دي في الهري ليه؟ كنت حطيتها في الهري مستمره كنت حطيتها في فقره الهري. طيب ما نشوف كمان الكابتن جمال الغندور في قناه السعوديه الرياضيه عن تحليل اداء الحكم في مباراه الاهلي ونصر حسين ضاي. ناخد اللي بعدها. دي قد تكون واضحه اوضح شويه منها. هل في جذب للاعب الاهلي ولا في فاول عليه؟ هنا بقى ايوه نقف ارجع بقى هنا اللقطه دي ارجع معايا شويه وريني مين فيهم. هل في حد ارتكب خاول؟ هل في احتكاك طبيعي؟ الايدين ما فيش فيها احتكاك. الايدين يا اما في شد يا اما ما فيش شد. تمام بس مظبوط تمام. الفانيلا بانت هنا ايوه اتشد بان اهو. بص بقى الشد واتساب خلاص فقد اتزانه. ايده هو بيتزحلق فشده فقد اتزانه فوقع بيه فقد اتزانه. انا في ضربه جزاء واضحه ما فيش كلام ما فيهاش فصال. عشان كده بقول لك الصوره بتبان. يعني الاولانيه مش هنتكلم عليها مش عارفين نشوفها كويس. بس عارف كابتن شوبير في مصطلح انا سمعته في وقت من الاوقات يقول اصل هنا بقى بص يا كابتن اصل دي شده خفيفه. هي عملت ايه الشده دي؟ وقعت خلاص افقدت التوازن انتهى الموضوع. ضربه جزاء هنا هتبان قوي يا كابتن جمال. عشان بس انا هنا بقى ده اللي بيقلقني من الحكام، مش مع فريق او على فريق، لكنه انا مش ميزان العداله. بص يا كابتن انا مش من الناس اللي اقعد اقول اصلها حاله صعبه اصل الحكم لا خلاص انت واجبك موجود انت حسب مزاجك. ده اللي بيفرق اللي بيفرق بين الحكم والحكم. هو وقع خد رقم 2 معاه من ال 29 فاعتقد انه كان في ضربه جزاء. لا هي بانت شده الفانيلا من تمام. يبقى هنا ضربه جزاء صحيحه غير محتسبه للنادي الاهلي. اهم قرار في المباراه يلا بينا ركله الجزاء اهم قرار من وجهه نظرك. طبعا هو قرار محوري هو اللي حول نتيجه المباراه. هنشوف هنا من الصوره دي في سقوط. خلينا نركز على الكوره. مين اللي خد الكوره؟ نشوف مين اللي خد الكوره. برضه هنا الحكم حاول ياخد زاويه رؤيه كويسه، لكن خلينا ايوه هنا نشوف امشي بقى معايا واحده واحده.
واحدة واحدة وقول لي مين اللي لعب الكورة كمان مين اللي لعب الكورة دلوقتي كده لاعب الأهلي مين اللي لعب الكورة لاعب الأهلي يبقى إذا أي احتكاك معاه كده يا كابتن شوبير حسب عليه اللاعب يبقى في احتكاك طبعا يبقى في ضربة جزاء ضربة جزاء يبقى لا داعي لكل هذا الاحتجاج والاعتراض من لعيبه الجزاء لا هو ما فيش ضربه جزاء ما فيش احتكاك بس انا يهمني في الاول وفي الاخر انا وصلتك لحاجه واحد هيلعب الكوره واخد بالك شاطر لعب الكوره وصل للاول الاحتكاك ده تسميه ايه لسه كنا بنتكلم شويه مفيش حاجه اسمها دبسه خلاص خد منه ركله جزاء ممكن اقول لك تعبير كده بنقوله عندنا بالبلدي خد منه ركله خد منه ضربه جزاء ممكن التعبير يقول لك ايه بس اصلا مش مقنعه انت وانت قاعد ممكن ما تقتنعش لانك شايفها خفيفه لعبه خفيفة. ايوه بالنون صح لكن في الاول وفي الاخر انا في حاجه اسمها الاهمال المعاقب عليه ده اهمال المدافع اهمال المدافع وبالتالي قرار الحكم كان صحيح قراره صحيح اجماع من خبراء ال ان في اكتر من ضربه جزاء ادي الكابتن جمال الغندور ايضا وبعدين شرح اللعبه دي ايه اللي لمس الكوره لاعب النادي الاهلي ورجل اللاعب بشرابه الاصفر بين رجلين اللاعب النادي الاهلي لما جت اللقطه من ورا ايضا مريح عليه وموقعه بدراعه ونزل بيه ضربه جزاء يعني اربع ضربات جزاء اتحسبت واحده ما هو المشكله يعني انك وقال لك رغم ما كانش في داعي لاحتجاج لعيب الجزاء ولا النقاد الزمالك ولا النقاد الزمالك ايوه فانت يعني هو الاعتياد من اول البطوله ما تحسبلكش ضربات جزاء ووليد ازارو تحديدا له خمس ضربات جزاء خمسه ايه ست ضربات جزاء في البطوله اتحسب له واحده ست ضربات جزاء في البطوله اتحسب له واحده ده في المباراه دي لعب النصر حسين ضي دفعه في الارض اربعه في البطوله دي وقعه اداله كارت اصفر يعني ضرب من غير كوره اول مره اشوف عقوبته كارت اصفر بس ادى لمين ادى اللاعب الجزائر كارت اصفر لما ضرب وليد ازارو في وشه ايوه لعيب من استدعاه فراح مكتفي بالامر هو شوف كان عايز يخرج بالمباراه لبر الامان ولكن لما بقت خل ما قدرش يتجاهل صحيح لان بقت خل قوي صحيح طيب من نجوم الاهلي في المباراه اللي وصل الموضوع ان الدقيقه 90 يحدث هذا الانفجار جمهور الاهلي دايما جمهور عظيم بجد وجمهور بيتمسك برغبة الفوز وثقته في فرقته لغاية ما بعد النهاية نشوف القنوات المختلفة في إشادتها بجمهور الأهلي والبداية مع محللي أبو ظبي الرياضي محسن تكلمنا عن جمهور مرعب صحيح. مرعب 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 حقيقة اللي هو انه قدر انه يضع الفريق في الطريق الصحيح الايجابي حتى تعليقاتهم شوف انت حتى التفسير حتى المتابعة حتى الاسلوب القائهم فيها ما في اخطاء او خطأ على احد من الناس ولكن انهم مرعبين في تصريحاتهم وايضا مرعبين في تشجيعهم ولاجل شيء ان اللاعبين على طول مربطوا بالجمهور ان الجمهور هو السبب في تأهلنا للدور الثاني على قولة عمار جمعة الأهلي بجمهوره مرعب وبلاعبينه متعب حسب الكعب اللي سواه البارحة حاجة تفرح هكذا الأهلي في عيون الأشقاء المحللين والخبراء ودائما هناك مقولة ان الخليج كله من اثار مش اهلاوي ولكن حتى لو لما يجد الاهلي هذا الانصاف المستمر من خبراء مش اهلاوية انا بقول لا بس افرض انه مش اهلاوية هذه لحظة الحقيقة صحيح اذن الاهلي جمهوره مرعب ولاعبيه متعب ولاعبيه متعب لكن جمهوره مرعب انا عايز اتوقف معلش يا استاذ ابراهيم قبل ما نخش على الفيديو الثاني هكذا نريد جمهور النادي الاهلي هو اشد بايه قال لك جمهور ما بيغلطش في حد مركز مع فرقته بيؤازرها ويحفزها هو ده الدور ولما بيتفرغوا له بيبقوا احسن جمهور
في أفريقيا كذا مرة، هو ده الجمهور، هو ده الدور، هو ده الدور اللي احنا عايزينه. ولكن نشوف برضو الكابتن خالد بيومي ومنذر عبد الله في قناة أبو ظبي تاني هيقولوا ايه على نفس الموضوع. يعني انت تخاف من الاهلي في الوقت بدل الضايع اكثر مما تخاف من الاهلي في 90 دقيقة كلها. وده حقيقة، ده اللي بيتقال عندنا في مصر. الاهلي اخطر وقت عنده 95، اخطر وقت. معظم مكاسب النادي الاهلي دايما في ال 95، بمعنى الاهلي لا يرمي المنديل، فرقة بتلعب دايما على نفس الاخير ونفس الطويل. دي برضو كرة بتوريك جمعية النادي الاهلي وقيمة النادي الاهلي وامكانيات النادي الاهلي. الاهلي بمن حضر، موجود متعب غير متعب، كل لعيبة النادي الاهلي عارفة قيمة التيشيرت. الكرة دي فيها كثافة عادية عالية جدا، فيها متعب راس الحربة، فيها دهن في العتائق. بالظبط، يعني بتتكلم على واحد عنده خبرة عالية جدا في وقت صعب جدا ومتعادل 1-1 وخروج من البطولة، يعمل الكرة زي عمرو بركات وجنبه حسام غالي لعب الارتكاز. ما معناه ان ده بتتكلم على قيمة حقيقية جوه الصندوق لا يعلمها غير عماد متعب. ان انا واحد عندي خسرانه في وقت من الاوقات ان ممكن يعمل لي فرق ويعمل لي حل. الكوره دي ما يفكرش فيها واحد عنده الخبره، عنده الخبرات العاليه جدا زي عماد متعب في الكوره اللي احنا شفناها. يعني هذا الهدوء في هذا الوقت المشحون، يعني خاصه المباراه كانت مشحونه ابو عبد الله. صحيح، هني بتبين يعني خبره اللاعب وهدوء اعصابه. أنا هو شايف اللاعب عمرو بركات. عصام الشوالي التونسي بقى أهلاوي قوي، وكل المعلقين مع كل الأهداف التاريخية المؤثرة تقريبا بقى كل واحد فيهم بقت له لازمة في أهداف الأهلي. من هؤلاء المعلقين معلق قناة السعودية الرياضية عامر عبد الله، لحظة إحراز عمرو بركات الهدف هدية كعب عماد متعب، شوفوا الرد أو التعليق العفوي من معلق عربي بقى ما عندوش لها اهواء لا يمين ولا شمال، نشوفه قالها ازاي. بسام غالي والهدف راح يكون غالي، والكره ملعوبه للنادي الاهلي داخل منطقه الجزاء من المرمى. وكبرياء النادي الاهلي شاب روحه الكبيره وتبى تعبى كبرياءه الكبيره ويابى تاريخه الكبير ان يودع البطوله، فالتاريخ يثبت بانه هو المرشح الاول للبطوله والاهلاويين. يعني شفنا الاشاده في قناه ابو ظبي، وشفنا الكابتن خالد بيومي وهو اسماعيلاوي مش اهلاوي، ولكنه دائم الانصاف للنادي الاهلي عندما يتحدث في لحظه الحقيقه، راجل موضوعي. وشفنا منذر عبد الله، وشفنا دلوقتي عامر عبد الله تنبأ والكره تتحرك. قال لك لحسام غالي وهيكون هدف غالي، وحسام غالي وهيكون هدف غالي، ولا لا 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 الله الله الله, الله. كبرياء وعنفوان النادي الاهلي، كبرياء وعنفوان النادي الاهلي، وهو ده النادي الاهلي والتوقع. والاهلي لم يخذله، يبقى اذا ليس الجمهور فقط هو الذي ينتظر دقيقه 90، ولكن جميع الاشقاء دلوقتي بقوا ينتظروا الوقت بدل من ضائع. ولذلك دايما التلقيح على الوقت بدل من ضائع، اللي ممكن الاهلي احيانا بيتلقى فيه قلما يعني الهزيمه، لكن ساعتها بيبقى الوقت لما تجي لك في جون الدقيقه 7 ولا بتاع مش مشكله، لكن انت تجيب جون في الوقت بدل بتضايق قوي قوي. طيب الاشاده دي معناها ايه يا استاذ ابراهيم؟ يعني معناها انت اهلاوي، اذا انت محظوظ. يعني مين حتى الاشقاء العرب خلصوا للمساله ديت، يا حظك يا سعدك يا يعني اهلاوي، لانك مبدئيا عايش بنفسيه مستريحه شويه.
الأهلي يخلص الناس من أمراضهم النفسية، الأهلي يضمن تكوين الشخصية الهادية شوية. ده مش رأينا على فكرة، ده عامر عبد الله المعلق السعودي في قناة أو المعلق في قناة السعودية الرياضية. هي ميزة إن أنت تبقى أهلاوي إيه؟ نسمعه. تايمينج والبوزيشن، هذه من الأمور مهمة جدا في انطلاقة الكرة. طبعا هذا الإخراج المصري لازم كده يضبط ويطلع واحد اثنين كده في المدرجات. حلو لما يطلع لك طفل وتشوفه، وطفل يبدأ ومن صغره وهو أهلاوي، يعني إذا بدأ من صغره أنه هو أهلاوي إن شاء الله، يعني إن شاء الله بإذن الله الأمراض النفسية بعيدة عنه، والسكري بعيد عنه، والضغط أيضا إن شاء الله بعيد عنه، بعيد عنكم كلكم، لكن الأهلي بيساعد على صحة أفضل. هذه الكرة اللي أصيب فيها قاسمي. طيب مش عايزين تسمعوا بقى رأي واحد من الفقهاء النقاد أصحاب العيار الثقيل اللي هم بيجهروا بزملكاويتهم؟ طب في لحظة الحقيقة ماذا يقولون؟ تعالوا شوفوا الأستاذ اللي هو أنا بقدره تقدير خاص جدا، الأستاذ محمد سيف يتحدث في قناة السعودية الرياضية. الطيلة بتنزل بتغير مجرى المباريات. نعم. لكن دعنا نتوقف يا كابتن بعيدا عن ده شغل فني. نعم. عايز اقول يا كابتن يعني بالنسبة لجمهور الاهلي، يا بخت اللي بيشجع الاهلي. يا بخت اللي بيشجع الاهلي. يا بخت اللي بيشجع الاهلي. واستعير من المتعلق عامر عبد الله معلقنا الجميل لما قال ان الاهلي هو افضل دواء. نعم. لتجنب الاصابة بالضغط والسكر. نعم. وهو دواء فعال لصناعة السعادة وأزالة التجاعيد. نعم. هو عامر متألق الحقيقة. يعني. عامر وعيسى الحربين متألقين بشكل غير عادي يعني. ده بيزيد متعة وبهجة. الأهلي هو يزيل التجاعيد من على الوجه ويجعلك دائما مبتسما. نعم. الأهلي. نعم. ونخرج من المباراة برضه بعيدا عن الفنيات بحاجة. أن الروح. نعم. الرغبة واسم التيشيرت وتاريخ النادي هم الأساس. والاستقرار. هم الأساس. نعم. الأهلي خلصك من كتير من الأمراض، الأهلي يضمن لك الراحة النفسية، كمان الأهلي بالعزيمة بالإرادة بالإصرار بيقدر يسعد جماهيره. يا بخت بخلاصة. لا، ويا بخت اللي يكون اللي يشجع الأهلي. طيب تعال بقى، يعني محمد سيف أدركها بس متأخر شوية. لا يعني عايز أقول إيه، لما تيجي في لحظة الحقيقة، ودي هتبقى معانا باستمرار، لأنه قبل لحظة الحقيقة عندما كان الأهلي بعافية شوية اتكلمنا على التحكيم، واتكلمنا على نادي الدولة، واتكلمنا على الهري اللي ان النادي الأهلي بيفوز بالحظ، ولكن هم ميدو شوف قال ايه عن النادي الأهلي، حازم امام كلهم كباتنا فوق راسنا بس عشان ما كررش الكلام، حازم امام شوف قال ايه عن النادي الأهلي، خالد بيومي شوف قال ايه عن النادي الأهلي، محمد سيف شوف قال ايه عن النادي الاهلي، الاخوه في الخليج شوفوا قالوا ايه عن النادي الاهلي. هذه هي يعني اي واحد منصف ساعه الحقيقه، لا ما نبتدي نتكلم بجد يعني مش بنغيظ بعض، لا كل يقول لك يا بخته اللي شجع الاهلي، يا بخته اللي شجع الاهلي. ودائما لحظه الحقيقه، لحظه الحقيقه بتبقى فيها مكاشفه تامه. بعد الفاصل هتشوفوا كتير من نماذج لحظه الحقيقه. اهلا بحضراتكم من جديد، ودائما لحظه الحقيقه، وهتلاقونا هنا في ملك وكتابه معنيين برصد لحظه الحقيقه، لانه ممكن اي حد في اي اوقات يقول اللي عايز يقوله، تحت تاثير اي ظرف يقول اللي عايز يقوله، غضبان متضايق منفعل يقول اللي عايز يقوله، بس لابد له من لحظه صفا يقول فيها الحقيقه. دي لحظه مهمه جدا مسؤوليتنا رصدها، علشان ايه؟ عشان الناس تبقى عارفة مهما كان
اللي بيهري واللي بيقول واللي بينفس واللي بيغمز واللي بيلمز لابد له لحظة مهمة جدا بيعترف بيها بالحقيقة. وده الواقع وده الثابت دايما في كتير من الفقرات في مشاركة الأهلي في البطولة العربية اللي بتحظى والحمد لله بإشادة وتقدير كل الناس اللي بتتصدى للرأي، سواء محللين، نقاد، معلقين، خبراء، لعيبة، إعلام. مشاركة الأهلي في هذه البطولة تلقى كل هذا التقدير، لكن لما يكون الرأي من الكابتن أحمد حسام ميدو، وهو زي ما المهندس عدلي قال ودي حقيقة فعلا، حد يستمع إليه في الكورة ما شاء الله عليه، رغم صغر سنه إلا أنه عنده نضوج مبكر وواضح جدا، بقليل من الخبرة، بقليل من الهدوء، بقليل من التركيز، ممكن أحمد حسام ميدو يكون واحد يعني هو لو ركز إنه على الكورة بس ويسيبه بقى من شغل السوشيال ميديا والكلام يعني ينسى إنه جمهور، خليه بقيمته كراجل فني، هيبقى حاجة جامدة. نشوف أحمد حسام ميدو وهو بيتكلم عن أزمة عماد متعب مع الأهلي مشت لي إزاي كده، والأهلي اشتغلها إزاي، ورأيه فيها إيه. خلينا ناخد من موقف عماد متعب النهارده ده درس اداري مهم جدا، وهي كيفيه احتواء موقف. كيفيه احتواء موقف تمام. النهارده عماد متعب في ماتش اللي قبل اللي فات عمل جنايه كويس، جنايه اسمها جريمه كرويه، فوتبول كرايم، اللي هي الراجل المدرب قال له قوم سخن، قال له مش قايم اسخن، او بتاع اوضه اللبس قال له قوم سخن، قال له مش قايم اسخن. النهارده في اي نادي تاني كان ممكن المشكله دي تتفاقم وتبقى قصه وحكايه. الاهلي بذكاء قدر يحتوي الموقف، وقدر يطلع احمد ايوب بعد الماتش يقول ما فيش مشكله، وقدر سيد عبد الحفيظ بذكائه ان هو يحتوي الموقف، وقدروا يقولوا يهدوا الريتم على الموضوع. قال لك ايه الذكاء في ايه؟ ان الكلام مع عماد متعب لما حسام البدري يرجع، دي خلت دي اسمها كده في اللغه في لغه الاعلام طفى مكن. كويس، طفى مكن. ده كله ايه؟ تكنيك في الاداره يا سيف. ده درس. يمكن كان في شويه جدل من كابتن سيف زاهر حوالين المبادئ، وقال له يعني المفروض كان يبقى في عقوبه، لكن هو في عقوبات لا تعلم، في عقوبات ماديه كبيره تم توقيعها، طبعا في كل خطا عليه في اللائحه عقوبات، لكن هذا التعامل خلى كسبت لاعب كبير قدر يكون مؤثر مش على حساب حد، بالعكس صممت وقعد ونزل احتياطي وسخن في الاخر، عمل كل اللي انت عايزه بامتثال والتزام، وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه. ولكن برضو كابتن احمد حسام ميدو بيقول ايه؟ نفسي الزمالك يكون زي الاهلي والمكسب القاتل ده مش صدفة. تعالوا نسمعه. صراحة انا النهاردة بحقيقة كمان على روحك ان انت تشجيعك للنادي الاهلي النهاردة وتبنيك للنادي الاهلي. والله بص، البطولة هتبوظ لو الاهلي خرج، وانا بالنسبة لي يعني خلاص الزمالك خرج، وهو ده الناس اللي ما تعرفوش عني، يعني انا زملكاوي متعصب جدا، بس انا فعلا فعلا بحترم مؤسسه الاهلي، وده انا دايما بقوله يا كابتن علي، وان ان ال ان انا عندي غيره كزملكاوي، ان انا نفسي ان الزمالك يبقى منظم زي الاهلي، لان ونفسي حاجات كتيره جدا ان شاء الله باذن الله. الزملكاوي ما يزعلوش من الحته دي، ولكن مش عيب ان انا ابص في حاجه وبحاول ابقى زيها واعرف ايه الغلط، ايه الغلط، المشكله اللي موجوده. هيبقى الزمالك وهيرجع ان شاء الله، وقصه سهله والله يا سيف صدقني، وده اللي انا بقوله. الكره يا كابتن طه في العالم كله سهله مش صعبه، احنا بنعقدها ليه على نفسنا؟ اداره فريق كره قدم واداره منظومه يعني الموضوع مش صعب خالص، يعني قصه سهله. كل قصه ان انت الناس بتشتغل وتشتغل صح، وبيبقى فيه هدوء وهدوء حوالين الفريق، وهو ده اللي بيعمله الاهلي. خلي بالك، انا عايز اقول لك حاجه، الناس بتستغرب بتقول هو ليه الاهلي بيجيب جوان في اخر دقايق؟ صح؟ ده ايه ده؟ ده متعب على مر التاريخ. طيب الناس بتستغرب بتقول يا كابتن علي وكابتن طه، الناس بتقول لك هو الاهلي محظوظ، انا كذا مكان بقول الاهلي محظوظ كده، مش عايز ارخم على الناس يعني. ولكن بنستحملك، ولكن احراز اهداف في الدقائق القاتله ليه مدلول، عارف ايه هو؟ روح. لا غير الروح. انت بتعمل حاجات صح كتيره جدا بتقاد على بعض، فربنا بيكافئك ان انت ان انت بتكسب في الوقت اللي انت محتاج فيه المكافاه. يعني صدقني يعني مكافاه هي المجهود الكتير اللي خططت، حاجات صغيره، خدت خطوات كتيره صح، اشتغلت في حاجات صح،
حميت لعيبتك في وقت صح. قلت ما فيش حد فينا الاهلي فيه مشاكل او فيه مشاكل. انت خلينا نقول بالبلدي كده ان انت عملت الاصول. عملت الاصول في حاجات معينه، عملت الاصول مع لعيبتك، عملت الاصول مع مدربينك، عملت الاصول مع كذا وكذا وكذا. كل الحاجات دي يا كابتن طه بتتجمع في الاخر وربنا بيكافئك ان انت في الوقت اللي انت لازم تكسب فيه بتكسب فيه. يعني يا باشمهندس راي الكابتن احمد حسام دي مكافاه. اولا الراجل قال لك انا ببدا اغيظ الناس واقول الاهلي معروف لما بحب ارخم. يعني انا لما جيت اقول لك العنوان خليها لحظه الحقيقه وكنا بنتكلم ولا هي رخامه؟ فانت قلت خليها دائما لحظه الحقيقه. انا ما سمعتهاش منه رخم دي، لكن هي ساعات بتبقى رخامه انك انت تجادل في حاجات ظاهره وبتروح مسببها اسباب نادي الدوله، نادي التحكيم، الشعبيه، مش قول اي حاجه غير ان انت غير انك تواجه الحقيقه. لكن هو قال لك لما احب ارخم اقول كده، لكن لما احب اواجه بالحقيقه اتمنى الزمالك يبقى زي الاهلي. وقال بقى انك بتعمل حاجات كتير صح فبتيجي نتيجتها في لحظه كده. هي طبعا ربنا يكافئك وكل حاجه، لكن هي تؤدي التراكمات البسيطه تؤدي الى نتائج ايجابيه بتجيلك في لحظات الناس بتشوفها يعني فيها شيء من الحظ، لكن هي نتيجه سلسله من الاجراءات السليمه. وهذا تحليل يعني يحترم، ويا رب الزملكاوي يسمعوه برضه عشان ما في ناس بتضللهم ومعيشينهم هذا الشعور بالظلم. يا جماعه التاريخي. يا جماعه انتوا لو ركزتوا في تحليل اسباب الاخفاق هتتجاوزوها هتصلحوها، لكن طول النهار مركز معايا انا ان انا بالحظ والتحكيم مش منشغل تصلح نفسك. طيب تعالى بقى نشوف كابتن حازم امام. حازم امام واحمد حسام في سبب تاني من اسباب تفوق الاهلي او اسباب تفوق فريق البطوله يكون عامل ازاي؟ نشوف. انا ولا لا عامه بصفه عامه يعني احنا دايما بنسمع عن قصه بس ده مهم جدا، ده ابن يكون ده ابن النادي. لا النادي الاهلي انا هقول لك النادي الاهلي بيجيب صفقات كتير، وفتره والفتره الاخيره في ولاد في ناس كتير لعبت كتير جدا في النادي الاهلي مش ولاد النادي بيلتزموا مبادئ النادي الاهلي بيلتزموا سيستم النادي. بس اكتر فرقه بتنافس او بتاخد بطولات عندها ولاد النادي. طب فين دي؟ الاهلي. الاهلي دلوقتي يعني عنده شريف اكرامي، الشناوي ده كان ابن الاهلي، حسام غالي، متعب، حسام عاشور، سعد سمير، سعد سمير، كان رمضان وتريزيجيه موجودين كانوا يعني دلوقتي محمد هاني، ندفد دلوقتي، في لعيبه كتير طالعه من تحت. اكتر فرقه يعني شوف الزمالك مثلا مين، شوف الاسماعيلي مثلا، ما اعرفش حازم ماتش الاهلي والزمالك مفيش حد من النادي هتلاقي ان الاهلي دايما الاسماعيلي برضه في لعيبه كتير طالعه من تحت بصراحه ممكن لكن الاهلي هتلاقي دايما محافظ على ان في 3 4 5 في الملعب دايما ولاد النادي. سيف لازم يبقى فيه، لازم يبقى فيه وده تعالى تعالى اصل قصدي ده سيستم لا لازم يبقى فيها سيف في السكواد لو بتكلم في 25 لعيب لازم يبقى فيه على الاقل 7 لعيبه ولاد النادي. شوف هي يعني لو ليا ان انا اضيف على كلام ميدو وحازم، هي يبان تاثير ده مع الاهلي اكتر. ليه؟ الاهلي كفريق بطوله له خصائص، له سمات، هذه الخصائص والسمات لما تبقى موجوده عند اكبر عدد من لاعيبته في الملعب هي ده اللي بيصنع الفارق للاهلي عن اي نادي تاني. حفاظ الاهلي على حسام غالي، واحنا اعتقد قلنا ده في ملك وكتابه من فتره طويله وركزنا عليه، وجود حسام غالي، وجود عماد متعب، وجود شريف اكرامي كعناصر ناقله، وحسام عاشور ثم الاصغر منهم حسام عاشور والباقيين، دول الناس اللي مسؤوله عن نقل هذا الجين انجاز التعبير او هذه الخصائص او سمه البطل او مكونات الاهلي واسباب تفوقه للاجيال اللي جايه، سواء اللعيبه اللي جايه من بره او اللي طالعه من تحت، عشان تبدا تكمل بعد كده بنفس القيمه وبنفس القوه وبنفس الشخصيه، مع يضاف اليها الصهار اللي جاي من بره خلي مع نفس الشخصيه. خلي بالك يا استاذ ابراهيم انك حتى لما تجيب اللي من بره بقى بينصهر، اللي ما بينصهرش بتخلص منه. ايوه يعني اللي بينصهرش بيتعب، هم ما بيستحملكش بالزبط. يعني الاهلي متعب. ايوه مش متعب، متعب نظام الاهلي الصارم، مش الصارم ان في قسوه، اللي هو في دقه محترف قوي وما فيهاش تفرقه. انت بتحاول بتقول ايه؟
اعمل اللي عليك تجد التقدير، اعمل اللي عليك تجد التقدير، هو ده. والمخطئ يجازى، بيدي لك ورقه تمضي عليها فيها حقوقك وجباتك، انت بتبقى عارف مرتبك وعارف انك لما بتغلط هتخصم منك ايه، وعارف لما تجيد هيضاف اليك ايه، انت تستطيع ان تكون مدير الكره لنفسك. النظام محطوط بدقه وبينفذ بحرفيه وبعداله، فانت اللي بيستحملك هو اللي بيكمل معاك، عشان كده بتظل روح الفانيلا. طب في لعيب يجي ها ما يستحملكش، خلاص ما بتلاقوش بعد سنه ولا اتنين. والاهلي لا يبكي على اي حد مهما كان حجمه بهذه المواصفات اللي ما انصهرش. فانت ده اللي بيعمل حاجه اسمها روح يعني ما يستحملش الاهلي الا لعيب معين اللي هو عايز يتطور. ايوه، واللي عايز يلتزم. اه، عشان كده ده سبب بقى من الاسباب اللي بيناقشوها الثلاثي الزملكاوي حازم وميدو وابو العيله. الثلاثه متفقين على ايه؟ تعال نشوف. الحاجه الثانيه وده ودي نقطه مهمه جدا، ويعني النقطه دي نقطه صعبه جدا بس هي حقيقه. اللعيب انا بقول ان عنده ادفانتج ان هو ينجح في الاحتراف وهو طالع من الاهلي اكتر من هو طالع من الزمالك. فاهمني؟ انا فاهم ودي حقيقه. ما سالتوش السؤال اللي انت ماشي فاهمني يا برايه، بس ما سالتوش السؤال ليه سايبه رايح بقى في طريقه ليه اقول لك ليه؟ لان في الاهلي في قطاع الناشئين في ديسيبلين اكتر. في ديسيبلين، مفيش واحد فاكر ان هو اهم من المجموعه. وانا بكلمك هنا على اثنين. هقول لك حاجه، احنا في الزمالك مثلا انت قعدت 10 سنين وانت في الزمالك. ماشي، انا بقول لك انا مش مفيش حد عمل مثالي الريكورد بتاع جرهاني. لا بس انا بقول لك ان 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 جرهاني قعدت برضه شويه. انا مسكت رئيس قطاع الناشئين في الزمالك، ها، ودي اول حاجه كنت مهتم بيها ان انا اخلي كل اللعيبه الصغيره. مسكت رئيس قطاع الناشئين حوالي 10 شهور او موسم كامل. اهم من الفنيات وطريقه اللعب والتكنيكاليتي والبرامج التدريبيه وكل الكلام ده كله، كان كلامي كله مع المدربين ان اياك تحسس لعيب صغير ان هو نجم. انا كنت عايز ااكد على كلام ميدو في حته المنظومه. كان حتى كان جالد بص على مصر يا ميدو، بص من انجلترا على منظومه النادي الاهلي واتخد منها لعيبه عناصر يعني ايه نجحت فيها. طيب الكابتن ميدو قال ان اللاعب يستطيع ان يخرج ويحترف بسهوله وينجح اكتر من النادي الاهلي اكتر من نادي الزمالك. ولما حازم قال له يعني ابتدى يناقشه في هذا الامر، قال له لا، لان في ديسيبلين نظام والتزام بيخرج اللعيب، ان المجموع اهم من الفرد. وهي دي اهم حاجه بره. ايوه، انك اللعب الجماعي ما فيش دلع للفرد، وده اللي بيعمله الاهلي من تحت لفوق. قال له طب وانت حقف هنا بقى. طبعا ميدو ما يقدرش يقولها، لكن انا هقولها. ميدو لاعب فذ وموهبه تمتلك القوه البدنيه الخارقه اللي اوروبا عايزاها بالموهبه الفذه، ولو كان من خريج قطاع النادي الاهلي كان وصل لابعد مما وصل اليه بكثير. شوف كل النجاحات اللي الناس بتقوله عليها وهو عاشها، كان يتفوق على دروجبا، انا اراهنك على ابراموفيتش، وكان زمانه في الملعب النهارده. ولكن ما خدش التجربه بالنضج، ها، هو خدها بالبريق. يعني هو راح اشترى عربيتين سبور وراح هولندا. انا بقول لك كلام، واتخانق على الباركينج وكومان، وبقت مشكله بينه عشان كل واحد كان مخصص له باركينج وهو عايز اثنين. الالتزام بالحاجات المجتمعيه، انا كنت بسال لما كل ما يتنقل ايه المشكله، لان انا كنت متوسم في ميدو انه هيوصل، وهو فعلا في التوقيت اللي كان فيه متالق هو اكتر، هو كان ابرز من دروجبا ومن ابراموفيتش. بس ما بعدش عن الرادار بتاعك. لا هو هو لولا أيوة ان كابتن حسام ايوه دي لحظه الحقيقه منك انت، ولا خليها بعدين خليها بعدين. انا بس بتكلم عليه. انا كنت بقول اللعيب ده هو عنده 17 سنه حاجه ما شفتش كده. مش الكعب والحرفان، القوه بالمهاره بالقدره على الترجمه. اللعيب مرعب، يجر فرقه. القوه البدنيه اللي عنده حسام ده كان يستطيع، لكن حسام استمتع بالشهره بدري واستكفى. استكفى لما استكفاش
والله ما يرجع مصر إلا أما يكون قدم كل شيء. لكن لماذا يتفق معاه أبو العلا؟ اتفق معاه قال له أنا كمان شايف كده مع الكابتن ميدو. طيب لحظة الحقيقة ألم يتفق ميدو وحازم وأبو العلا ودول كباتن نادي الزمالك وكابتن سيف وقلنا قبل كده وخالد بيومي والأشقاء العرب وغيرهم وغيرهم، وقال لك أنا ما كنت بس أقول مش عارف إيه، كنت برخم، لكن لما أتكلم جد هقول لكم الكلام ده. وهذا على جمهور الأهلي تاني، لأن هوجه كلمة لجمهور الأهلي وهوجه كلمة لجمهور الزمالك. كلمتي لجمهور الأهلي، شفتوا لما بتلتزموا مع فرقتكم بتقدروا تعملوا إيه؟ أيوه. شفتوا لعيبتكم إزاي بيبقى شكلها حلو، مش في الأداء الفني، في الأداء الانضباطي حتى. أيوه. ما بتهزهمش. أيوة. لكن لما تبقى أنت رايح وشايف الجمهور مشتبك مع الأمن ولا مشتبك مع المنافس ولا بيشتم ولا بيعمل، أنت بتتشتت في الملعب. لما الجمهور يبقى بتاعك أنت لوحدك. بالظبط. بتاعك أنت لوحدك. ويجي فيك جون يقول لك ولا همك ويا رب وبتاع، وتلاقي طفل صغير يقول لك يا رب يا رب يا رب. أنت إيه اللي بيحصل لك؟ بتكتسب شخصية النادي الأهلي. فجمهور الأهلي عليه مسؤولية. أما جمهور الزمالك، وأنا دائما على فكرة أخاطب الجماهير الأخرى، بخاطبها بالمنطق، ولذلك لما بقول لك هذه فقرة لحظة الحقيقة، ها، هي لازم تستمر معانا كلما جاءت المناسبة، لأن دي اللي بتخاطب العقل مش بتخاطب الوجدان. لما النهارده جمهور الزمالك بيسمع هذا الكلام، انا لما بحب ارخم لما بيبقى جمهور بيقول كلام يغيظ جمهور الاهلي وبيروح لاسباب مش واقعيه، لكن لما يكلموك جد يقولوا لك اسباب التفوق اللي هي جد، واللي هي تكتشف منها ان في البطوله العربيه اللي بتلاقح في التحكيم، شوف الاهلي اتظلم قد ايه من التحكيم. ما كان يخسر مباراه، كان حصد العلامه الكامله، وكان زمانه جايب هيفي سكور، سكور تقيل. بالبدلاء، وانت لعبت الزمالك لعب تقريبا فول تيم. الاهلي لعب وجرب ودخل العناصر الاساسيه تباعا، ولسه بعضهم لم يدخل في الجد. فانا ارجو من جمهور الاهلي وجمهور الزمالك كل واحد يقف ورا فرقته وما يضحكش على نفسه ويشجعه بس. اذا خلص الكلام، مش هنقوم نروح، لا، خلص الكلام وممنوع الرحيل. ده كان قرار الكابتن حسام البدري اللي رجع من اجازته القصيره جدا في كندا، واللي الناس هجمته عليها وشافت ان هو سفره في هذا التوقيت معرفش تقليل من ايه وايه وايه وايه، لكن الراجل كان حاطط خطه، كان متفق مع كابتن احمد ايوب كمدرب عام وعلى تشاور تام، وادى الفرص لكل هؤلاء اللاعبين عشان يوصل بالفريق للمرحله ديت. فاللي عنده حتى كلمة، كابتن احمد ايوب، يعني انت بتتكلم على الفرص بقى. طبعا خد الفرص. طب شغلته تحت الضغط الصعب، خسر ماتش بشكل مفاجئ، عمل ايه لما في الماتش الثاني؟ ده مباراه بيخسرها بازمه زي ازمه عماد متعب اللي ميدو اتكلم عليها. شوف قال لك ازاي قدروا، الراجل طيب ومش مسيطر. لا قدر يدير الازمه بالظبط، وقدر يدير الفريق الى فوز مهم جدا، احتفظ بامالك في المباراه الثالثه. كابتن حسام البدري في خلص الكلام ممنوع الرحيل طلع قرار واضح وصريح انه لا استغناء عن اي لعيب من لعيبه الاهلي حاليا، وبيتمسك بكل العناصر علشان اعتبارات القائمه الافريقيه. ما انا مش معقوله هضيف 3 4 عناصر ومشي كمان غيرهم، يبقى ما عملتش حاجه وعنده مشوار لسه طويل. الاهلي هيقابل الترجي احد ايام 15 16 17 اغسطس، والعوده 22 23 24 اغسطس. الموقع الرسمي للنادي نقل على الكابتن حسام البدري تأكيده لا نية للرحيل أو لرحيل أي لاعب مقيد بالقائمة الأفريقية، ده المعيار أنه المسجلين في أفريقيا معايا للنهاية. بفرمان صريح جدا، المدير الفني يمنع الاحتراف رسميا، والرسالة موجهة لسعد سمير وعمرو جمال ومؤمن زكريا اللي تلقوا عروض في الفترة الأخيرة. ميدو جابر من جانبه ايضا بيتمسك بالبقاء في الاهلي. بس هتوقف هنا لحظه استاذ ابراهيم. هنا هيبان معدن الثلاثه دول. هيبان معدن الثلاثه دول. يعني مين فيهم هيلتزم ويكمل زي ما هو عادي جدا ويدي كل مجهوده، ومين فيهم هيتقمص ويضيع الفرص على نفسه محليا وخارجيا، ومين فيهم هيكون محترف بجد لانه في نادي محترف.
انا عندي توقع بالنسبه لكل واحد فيهم. ها مش هقوله دلوقتي، هكتبه لك في ورقه وهديها لك. طيب وانا هغششها لكم صدقوني. ميدو جابر بيتمسك بالبقاء في الاهلي، عنده عروض من المقاصه، المقاصه عايز يستعيره تكرارا لتجربه احمد الشيخ، لكنه الراجل متمسك بالبقاء والاستمرار مع الاهلي. انا احترم دي في طبعا. في لعيب بس ايه بقى يفهم ان فرصته السنه الجايه اصعب من السنه دي طبعا، لان ازدحمت الليله وكله بيقاتل. ايوه. وانت يا مؤمن تملك يا ميدو تملك من المهارات والقدرات اللي يخليك تتفوق، ولكن عايز شيء من القتال والصبر. المهندس عدلي في بدايه الحلقه قال فريق الاهلي بهذه التكوينه العاليه جدا من الكفاءات واللعيبه المميزه جدا ينقصه فقط قلب دفاع يدعم العناصر الدفاعيه بعد احتراف احمد حجازي. اليوم السابع بيكشف على اهتمام الاهلي مع سموحه لشراء محمود عزت مدافع سموحه، وانه النادي بعت عرض للنادي السكندري وبيرفض مسؤوله الاهلي الدخول في مفاوضات رسميه مع اللاعب قبل المباراه المرتقبه بين الفريقين حتى لا يفهم الامر على انه محاوله لزعزعه استقرار سموحه، والاهلي بيسكت تماما عن اي مفاوضات او اتصالات باللاعب لحين انتهاء هذه المباراه. وبيقول اليوم السابع ان الجهاز الفني للاهلي بقياده الكابتن حسام البدري وضع محمود عزت كاحد اهم الخيارات تدعيم الفريق بجوار كل من محمود متولي لاعب الاسماعيلي ومحمد بازوكا مدافع الاتحاد السكندري. ايضا انا اعتقد ان محمود مهاجم الاهلي يقترب من بس محمود عزت ده محمود عزت اعتقد انه كان في المقاولين. ايوه. واحترف بره وكان في سيراميكا كليوباترا. وكان معروض علينا وهو صغير، كان له اخ كده على بلاط. كان له اخ. يعني كان له اخ. ايوه في اخ ناشئ له في الاهلي اعتقد كان فيرود. ايوه. على اي حال هو لعيب كويس يستطيع انه هو على خلق يعني وفي ميزات شخصيته كويسه. محمد حمدي زكي بقى وجده الصغير بيقترب من الانتقال لسموحه في الموسم المقبل بعد ابلاغ اللاعب اداره ناديه رفضه الرحيل مجددا على سبيل الاعاره. هو بيتمسك بالانتقال النهائي او العوده للاهلي اذا تم الاستقرار على عدم بقائه مع الفريق. ورفض محمد حمدي زكي الدخول في صفقات تبادليه خلال المرحله الجايه، وهناك عده انديه ترغب في شراء جده الصغير سواء الاسماعيلي او سموحه او المقاصه يا باشمهندس. يعني احنا دلوقتي انهينا تقريبا كان نفسي فقره اجاي محترف بطعم الاهلي نلحق نعملها. هي وقتها قد ايه؟ لا وقتها كتير وما عادش في وقت. ما عادش في ما احنا داخلين متاخر. هو بس بتشطر علينا شوارب. هو احنا شوارب مش مدخلين متاخر ولينا 10 دقائق عندكم؟ شوارب. احنا مش لينا 10 دقائق. ها؟ عايزين ناخد الراجل ده. ينتظرنا طيب. بقى زميل محمد. هذه حلقة. فاروق سعد. هننوه على محمد فاروق سعد اللي جاي بعدينا طبعا، اللي ما نقدرش ناخد منه ولا دقيقة لا تقدرنا. له الشخصي له وللنشرة. وللنشرة. ولكن حلقة النهاردة بتستعرض حاجة مهمة جدا يا استاذ ابراهيم. عايز اقول لك ان مجلس الادارة لازال اجتماعه مستمر. اذا في مش يعني في قرارات مهمة هتطلع. الحلقة دي كلها بتلخص حاجة واحدة. سر عظمة الاهلي، وان الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. تم تمديد الاجتماع حتى الاثنين المقبل، يعني اعتبار الجلسة ممتدة لغاية الاثنين اللي جاي ان شاء الله، عشان يستكمل المجلس مناقشة مشروع اللائحة الجديدة، لائحة النظام الاساسي للنادي. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 9 مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.